تبقى جبته لنفسك يا رحابك انت وهو. انا بقى هعرفك ازاي؟ ما تردش. السلام عليكم. اهلا يا فندم. ايه الحكايه يا حضره الظابط؟ صوتك جاي من اخر الشارع. واضح ان العيال دي منرفزينك على الاخر. اعترفوا يا باشا. خدهم بره. وجار قدامي انت اهو بدل ما لطش فيهم. رمضان! تمام يا فندم. غير تلطيش. تمام يا فندم. يا باشا دي عيال بلطجية ولا لازم اتعامل معاهم بالشكل ده؟ اقعد يا حضرة النقيب. انت متجوز مش كده؟ وايه علاقة ده بشغلنا يا فندم؟ يا ترى خلفت ولا لسه؟ انا مش فاهم سعادتك تقصد ايه؟ انا اصلا قريت قبل كده عن علاقة العنف والتوتر العصبي بالحالة الانجابية للراجل. انا متاكد انك لما بتروح بيتك تتعامل مع اسرتك ومع المدام بتاعتك بنفس العنف اللي بتتعامل بيه هنا في الشغل. يا فندم سعادتك كده تتدخل في حياتي وده ما ينفعش. اسمع وانت ساكت يا حضره الضابط. واضح انك انت فاهم شغلك بطريقه خطا، تتعامل مع الناس غلط. وانا قبل ما ارفع تقرير عن ادائك المهني بصفتي رئيسك للوزاره حبيت ان انا اقعد معاك واتكلم معاك بصورة ودية. احنا هنا حضرة الضابط ما احناش في إدارة مكافحة المخدرات، بنتعامل مع مهربين وبلطجية. احنا هنا في اسم بوليس، بنتعامل مع ناس مدنيين ممكن يكونوا قرايبك وقرايبي، ناس عاديين 90% منهم بيكونوا مظلومين جايين يستنجدوا بيا وبيك عشان نرجع لهم حقوقهم. ما ينفعش بقى ان احنا نقعد نلطش فيهم ها ونزعق لهم على الفاضي والمليان. يا فندم دول حبتين انا بعملهم كده عشان انجز. والحبتين دول يدوك الحق انك تلطش في الخلق؟ ها انا عايز اسالك، احنا اي ضابط مننا لما بيتقاعد او بيتصاب بيشتغل ايه؟ اشتغل محامي. تمام، لاننا في الاساس رجال قانون وانت جواك كده شويه افكار مقتنع بيهم ان هم صح، وانا بقول لك ان ده غلط وهيضرك في بدايه مشوارك وانت اللي هتدفع الثمن. ده انت راجل من عصبيتك ما اديتليش التحيه وانا داخل. انا اسف يا فندم. اقعد يا عاصم، انا مش بتمنظر عليك ولا عايز اقدرك، لكن اللي انت بتعمله ده غلط، وخد بالك انت اللي هتدفع الثمن، جسمك هيتصاب بكل الامراض. اوعدك يا فندم ان افكر في الكلام ده. وانا متاكد انك ظابط كفء وانك هتطبق القانون من النهارده كراجل قانون مش كشرطي متسلط. فهمت سعادتك. شوف يا عاصم، اسهل حاجه ان احنا نقدر نعذب الناس لغايه ما يعترفوا، والاعتراف سيد الادله زي ما انت عارف، لكن الضابط الشاطر هو اللي يقدم المحضر بتاعه للنيابه مستوفي للشروط القانونيه. تشرب ينسون معايا؟ تعال نشرب ينسون عشان تهدي اعصابك، ونبعت نجيب الناس دي نستجوبها بهداوة بالقانون اللي تشوفه سعادتك. يا ليلة سودة يا بنت المجنونة، عايزة تخلفي ازاي يا بنتي واحنا في الوضع ده؟ طب اعمليها بس كده وانا ادفنك هنا في قلب الشقة. خلاص يا راجل يا شملول اتجوزني. الله، امال احنا متنايلين بنعمل ايه؟ ما نعمل لك ايه يا زيزو، حموت واخلف قبل ما اقطع برضو. خلاص روح اتقدم لي. اعمل فيك ايه بقى؟ اخنقك كمان؟ اخنقك عشان اخلص منك؟ الغيره قاتله. موتي موتي عشان اخلص من زنك. هقول لك حاجه بذمتك ودينك، لو رحت اتجوزت واحده هتلاقي احلى مني؟ هلاقي ايه؟ طب عبدالعية هتلاقي واحدة تنغنيشك وتغلس عليك زيي؟ لا. هتلاقي واحدة تدلعك وتعلي مزاجك زيي؟ في دي بقى انت عاملة الصحة وزيادة. اتصل. اه
انا قايم. ايه ده تعالى، رايح فين؟ عندي حاجات كتير عايز اعملها. لا استنى، عايزك في موضوع مهم. عايزه ايه يا ستي؟ خد عد الحاجات دي لغايه لما اروح كوبايتين عصير واجي. البنت المجنون ايه ده؟ الفلوس دي مسروقه ولا ايه؟ يا بنت سبع ولا ضبع؟ ملص مني يا معلم. ملص منك؟ ملص منك في انهي حته يالا؟ ما تنطق يالا، ولا انت بتعرفش تتكلم الا لما قنديلي رفعك بالمسدس عشان تخبص عليا. هو قال لك ايه بس يا معلم؟ المعلم قنديلي مين ده اللي قال لي يالا؟ انا بتهيالي ان الواد زيزو اداك قرشين فمش عارف تنطق. اطلع الطبنجه وافرغها فيك عشان ترتاح؟ يا معلم ورزي على الله. بس والله العظيم، والله العظيم يا معلم ما كان يخطر في بالي ولا يخطر في بال اي بني ادم في الدنيا الموضوع ده. في يالا طلع تاجر مخدرات؟ يا ريت يا معلم، يا ريت. هقول لك على كل حاجه يا معلم، بس والنبي وحياة ابنك عاصم يا باشا، ما تزعل مني في اللي هقوله يا معلم وحياة ربنا. ما تقول يا واد وقعت قلبي. زيزو يا معلم دلوقتي مع الست سلام، مش عايز جوزها بهلول. داخل انت بقى عليا بالقرشينات فاكراني هتخض؟ ولا لكش تكوني فاكره فلوسك دي فلوس يا بت ولا انا محتاجهم؟ ماشي يا اخويا، ماشي يا عم المستغني. طب ورحمه امي ما هم راجعين؟ يا بت انا اصلا شاكك في الفلوس دي، وانت بصراحه ربنا مش عارفه تفهمين الفلوس دي مسروقه من ابوكي ولا جايباها منين بالظبط. هقول لك يا زيزو عشان اخلص منك، الفلوس دي اللي سابها لي بهلول قبل ما اخش السجن. قولي كده، الفلوس اللي سرقهم بهلول ودخل بيهم السجن؟ ماشي. اللي ماشي ما بتشتغلش في فلوس مسروقه يعني؟ حد الله لا والنبي، ليك بس في الحب الحرام. دي حاجه ودي حاجه، ولا عايزه حياتي تبقى كلها شمال؟ طب هقول لك على حاجه، خدهم مني قرض وسددوا على مدى الحياه. يا زيزو نفسي يكون ليا حته قد كده جواك. يا بت ده انت الحته كلها. لا والنبي صحيح. او ربنا يا نهار اسود، ده انت الحب والمب والاسد والدب. ايوه كده دول معايا بقى. وسيبني يا زيزو اتدحلب كده لغايه لما عسكر جواك، غيرش انت بس اللي ساعات بتقوم معقر ومعصلج معايا. مين ده اللي يعقر ويعصلج؟ لا انا في الحاجات دي بقى مطيع طاعة عمياء. شرفي يا ابن الكلب. يا نهار اسود، ابويا والنبي لا، ارمي المسدس ما تغطيش نفسك في ده جوزي. انتوا بتضحكوا عليا ولا بتعملوا ايه؟ قالت لك جوزها يا معلم. جوزها ازاي وهي متجوزه يا ابن المجنونه؟ ما تجيب الورقه يا بنت. ورقه ايه اللي هتجيبها؟ انتوا هتجننوني. اتطلقت يابا، والله العظيم اتطلقت، رفعت عليه قضيه واتطلقت للضرر وطلعني من السجن. اخرسي خالص. اسمع بقى يا معلم، ما تفتكرش ان انا خايف من الطبنجه اللي في ايديك. انت مراتي، انا ما عملتش حاجه غلط، لو خلصت علينا مش هستفيد حاجه، رجعتك هتبقى بجلاجل. الرقتين دول اصل، وعندي منهم صور كتير قوي ممكن يغرقوا شارع عبد العزيز كله. وبعدين يعني يقولك لو واحده من دول راحت لابنك الباشا صابت. هيتجوزني شرعي يابا، والله العظيم هيتجوزني شرعي. خرسي خرسي، عرفت توطي راسي قدام الكلب ده؟ عرفت تنتهي من البيت؟ بره، اطلع بره. سامحني يا بنش. قولي لامك لو طالب. مالك يابا؟ طالب ثلاثة. أبويا أبويا، ما تتكلمي يا سلام، وقع من طوله فين وبسبب ايه؟ مش لما يقوم بالسلامة الأول وبعدين نبقى نسأله. قولي صوتك بس يا حماتي، الله احنا في مستشفى ما ينفعش نعمله إزعاج كده، ياما بقى نطلع كلنا بره. رد عليا، رد عليا، ده احنا ملناش حد غيرك، احنا ولا نسوى. الدكاترة قالوا ايه؟ قالوا سكره عالي فجأة وادوله الأدوية اللازمة، وإن شاء الله هيبقى كويس يا رب. بلغتي جوزك ولا لسه؟ معلش بلغته، بس هو في مأمورية وسبت له خبر. أبا
رد عليا يابا. ابا سيبي بقى في اللي هو فيه، مش عايزين مناحة. ياك بس ما تكونيش السبب انت وامي. ده وقت الكلام ده دلوقتي يا كريمة؟ والنبي هدو بس، تعالي معايا سناء بره. كده يا زيزو تسيبني كل ده لوحدي؟ ابويا جوه بيموت، اوعى تعملها فيا وتسيبني. مش وقت يا سناء، انا دفعت مصاريف المستشفى، ولو عوزت اي حاجه بعتيلي. يلا خليك جنب ابوك. زيزو هتتجوزني؟ قلتلك خليك جنب ابوكي. يلا اللي بينك وبين سناء خلى الحاج الشرشبي يقع من طوله يجي على المستشفى. تعالي الموضوع ما يخصكيش، انا جيت اعمل الواجب وخلاص. لسه بعرفك من عينيك يا زيزو، بعرفك لما تتوه وما تلاقيش حاجه مقنعه تقولها. اهي التوهه اللي بتتكلمي عنها دي لك نصيب كبير قوي فيها. لما تروحي بيتك بصي في مرايتك هناك في شقه عاصم، واسالي نفسك ازاي القلب اللي داق طعم الحب ممكن يتأجر مفروش لأول واحد ممكن يدفع، حتى لو كان من غير خلوة. لبنى الواد ده كان بيعمل ايه هنا؟ جه دفع مصاريف المستشفى. ابويا فين دلوقتي؟ اهدى بس كده، بابا كويس هناك. مش هنا يا عاصم، الاوضه التانيه. يابا الحمد لله على سلامتك يابا. تعيش يا ضنايا ويخليكوا لبعض. هو بألف خير وان شاء الله شويه كده وهيروح معانا. يابا الحمد لله على سلامتك. شده وتزول يا حاج. الحمد لله على سلامتك يا حاج. انا فين؟ شرشابي انا فين؟ انت في المستشفى بس انت كويس ما تقلقش. المستشفى؟ المستشفى ايه؟ الحمد لله رب العالمين يا حاج. الحمد لله على سلامتك يا حاج. قول لي مش جعان؟ مش عايز تاكل ولا اي حاجه؟ خليهم يروحوا، خليك انت قاعد معايا انا عاوزك. يلا يلا يا جماعه كله روح، انا قاعد مع الحاج. يلا انا هقعد معاك. يلا قلت كله يروح. يلا يا لبنى يلا. سلامتك الف سلامه يابا. زيزو جه المستشفى ودفع الحساب. شكرا يا حبيبتي. ايوه يلا يلا روحوا بقى. يلا بينا، هعمل لك فرخه شمرت واجي لك اول الصبح ما يطلع وهاكلها لك بايدي. شرشاب انا مش جاي لي قلب، اسيبك هنا لوحدك واروح. وبعدين قلت لكم سيبوني بقى. خلاص خلوا يستريح. يلا يلا يا ام يلا سيبوه يستريح. يلا يا بنتي يلا. يا بطل عجزت ولا ايه؟ طول ما انت بخير انا بخير. قول لي يا حاج، قول لي يا حاج لو حد ضايقك في الشارع انا محي من على وش الدنيا. ابني شارع عبد العزيز زي ما فيه ناس اسرة وكويسين، فيه فران برضو ناس وحشة قوي. كده بقى يا حاج يبقى في حد ضايقك؟ انا لسه شايف الواد عزيز هنا. قولي لو ليه دخل باي حاجه ما تخبيش عليها يا حاج. لا 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 خالص، ده حتى طلب مني طلب كده وانا لسه ما ردتش عليه. طلب ايه يا حاج؟ طلب
طلب ايد اختك. ازاي يا حاج؟ ازاي يا حاج العيال الزباله دي تتجرأ وتعمل كده يا حاج؟ هو بقى كويس دلوقتي وبقى مقرش يعني. فلوس ايه يا حاج؟ فلوس ايه يا حاج اللي تغير العيال الواطيه دي يا حاج؟ انت غلطان. انت غلطان لما طلعتش المسدس بتاعك واديته طلقتين في دماغه عشان تفهمه ما يتجرأش على الناس النظيفه. وبعدين يا حاج ازاي يتجوز ولا يطلب ايد بنت متجوزه؟ ما هو ممكن تتطلق. الله. طب لما انت موافق والموضوع جاي على هواك كده يا حاج، ايه اللي وقعك من طولك؟ لا وانا اصلك كان جاي عشان احط باترين التليفونات عندي بقى، فانا بعد ما اديتهم له جامد قوي هو عيني في عينه وهو موطي وشه في الارض كده، حسيت بتوخه وزغلله. هي كانت جات لي قبل كده مرتين بس ما كانتش زي جامده زي المره دي. طب ما تقول لي يا حاج انت متضايق ليه دلوقتي؟ ما تخبيش عليا يا حاج، في حاجه قول لي. متضايق تعبان يا ابني، حسيت ان انا كبرت عايز حد يشيلني. دكاترة طمنونا يا حاج وقالوا لنا ان انت بقيت زي الفل. شده شده وتزول ان شاء الله. طول ما انت بصحة وعافية يا عاصم، انا بصحة وعافية. ربنا يخليك ليا يا حاج، من غيرك ولا حاجة. كلميني، ردي عليا، ربنا ياخدك عشان اخلص من عارك. ممكن افهم ماشيك على حل شعرك وصلك لايه؟ هي امك اتطلقت بسببك وابوكي هو مرمي في المستشفى وكرامتنا كلنا بقت تحت جزمه الكهربائي مستنيينه يا اختي يرد علينا ويعطف علينا، اللي ما حتى رضي يجي بالكذب يقول لابوك انه عايز يتجوزك عشان يبرد ناره. حرام عليكي، حرام عليكي، منك لله يا بنت بطني، منك لله يا سناء. خلاص يا اما والنبي، عايزاني احذف على نفسي شويه جزمه ولا فرح عشان ترتاح. كنتي عملتيها من زمان، كنتي عملتيها من ساعه ما قفشوكي مع الكلب ده، الكلب اللي ربنا ياخده. ما تقفيش ساكته، ما تعيطيش وشي، قولي لي ردي عليا، ما تسكتيش. هيتجوزني يابا والله العظيم هيتجوزني، وكتاب الله ما هسيبه غير لما يكتب عليا. يا سناء، لسه يا بنتي عايشه بالامل، لسه مستنياه يجي يتجوزك. اتجوزك ليه؟ ما خلاص، ما انت عملتي معاه العمايل بتاعه الناس البطاله، الناس ولاد الحرام. عايز يجي يتجوزك ليه؟ ما خلاص خلاص يا سناء. اقول لك روحي يا بنتي، روحي اشحتي، ولا اقول لك اجي انا معاكي اعيط له واطلب له على خدودي عشان يمكن يوافق يكلمني، ولا الاحسن من ده كله هات ابوك الراجل الكبير الكباره كبير الحته كلها يبوس على ايده وعلى رجله عشان يقبل يسطر بنته، عشان يقبل يسطر بنته. انا عايزه افهم، الواد ده لو كان عايز يتجوزك من زمان كان يتجوزك، ما جوزكيش ليه دلوقتي؟ ردي عليا وفهمي. كنت بتهببي من الشباك يا اما وريحكم. بتتهببي الهباب ده معاه امتى وازاي وفين؟ انت بنت ايه؟ انت بنت محدش قادر عليكي، خلاص خلاص محدش قادر عليكي. لا ده انا هقدر عليكي وهجيب رقبتك تحت جزمتي واخلص عليكي. انت يا بنت انت وفهمي، عملتي كده ليه؟ ليه يا سناء؟ معلش يا اما والنبي معلش، خلاص يا اما عشان خاطري. يا بنتي انا لو رحمتك ابوكي مش هيرحمك. ليه؟ ابوكي اكيد هيقول لاخوك الصمت وهيجي يضربك رصاصتين ويخلص عليكي، وفضحتنا هتبقى بجلاجل في الحته كلها.
شيخ اياد كفاره محترم. اهلا اهلا ابو الانوار. حبيبي ازيك حبيبي؟ وحشني. وازاي صحتك؟ فل. تعال نشربك شاي. الله يكرمك. لا والله راحوا لي ونهار ويضحك في الشاشه. يا عم مفيش شيخ، دي بقى خلاص حلقناها. هات شاي كمان، اتكل على الله. يلا ماشي. اتفضل يا شيخ. حبيبي الله يكرمك. ازاي صحتك؟ فل فل الحمد لله رب العالمين. امال فين المعلم زيزو؟ اقصد عبد العزيز بيه ملك المحمول في شارع عبد العزيز. تعالى لسه مكلمك جاي في السكه. قول لي اخبارك ايه؟ يا عم تمام. بس تعرف ان كل كلمه قالها الواد زيزو ده طلع عنده حقيقتين. ازيك يا انور؟ حبيبي يا عم انت بتتكلم من بدري يا عم. جيت في وقتك يعني، كنت بصفي المحل بتاعي. يا باشا حبيبي صفي المحل ليه بقى ان شاء الله؟ كفر الشر. لا يعني ما فيش شر ولا حاجه، هو كل اللي حصل بس يعني انا كنت لسه بقول لاياد دلوقتي كل كلامك مظبوط. صور. طب تعالى بقى كمل لي حكايه. اتفضل 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 يا حبيبي. شفت الجيلي ده؟ حلو زي الفل. من عند العمده ده؟ لازم الواحد ينزه نفسه. قول لي بقى، عارف يا زيزو انت لازم تقوم الصبح كده تخطف لك شوب فخفخينه يظبط معاك. يا عم قول لي بس، انت صفيت محلك ليه؟ اصل انا ناوي اشتغل في المحمول زيك. وربنا؟ طب بركه. عايز بقى قد ايه عشان انا همونك من اول المحل لاخره، حملهولك بضاعه. لا ما شوف لي قلم يا اياد. لا ما هو انا خدت كميه فعلا وبدات. نعم يا اخويا. جبت من بره منين بقى ان شاء الله؟ هو في حد بيشتغل في المحمول غير يا عم انور؟ جرى يا عم زيزو، مش بتسافر بره تجيبه؟ غيرك عمل زيك كده برضو وانا خدت منه. شيخ ايه من غير شيخ؟ ماشي يا عم هات لي قهوه مظبوطه يا نصر والنبي. دورك دوبل. ايه رايك بقى هتقف جنبي ولا ايه؟ ولما انت ناوي تشتغل في المحمول يا راجل انت مش تيجي تقول لي؟ ايه يا عم قصرنا معاك قبل كده في ايه يا اخويا؟ وبعدين يعني زي ما تاخد من غيري هتاخد مني. بالعكس ده انا على الاقل اعمل حساب لقمه العيش والعشر اللي بيننا يا اخي. انت زعلت بقى ولا ايه؟ ازعل ليه يا عم؟ انا اتمنى لك كل خير يعني، انت صاحبي برضه. شكلك اتغيرت كده وقفلت. انا قلت يعني ان انت جايب البضاعه دي للمحل بتاعك، وعيب يعني ان انا اسمك فيها واحسسك ان انا باصص لك في لقمه العيش. كلامك حلو يا ابو الانوار. طب يا ريس ما انا بشتري لنفسي وللغير. استغفر الله العظيم يا رب. وبعدين اي حد لو طلب مني مش هتاخر، خصوصا لو كان اخويا وحبيبي انور ابو النور. قول لي بقى يا سيدي، مين ده بقى اللي سافر وجاب المحمول ورحت جبت منه؟ بكري اللي اشتغلنا معاه قبل كده. لا لعيب لعيب. وفرشت ولا لسه؟ ده تعالى بص بصه وشور عليا. ده انت بقيت خبره يا باشا. سلام. سلام. مالك يا صاحبي؟ انت خدت كده ليه؟ شايف الناس محدش عايز يسيبنا في حالنا يا ايه؟ ما ده طبيعي يا عم، كله بيبص على كله. او ماله؟ بس احنا بقى لازم نصحصح شويه عن كده يا ايه. وان الاوان بقى الفكره اللي في دماغي تنزل الملعب. فكره ايه؟ باترين. الباترين تملى شارع عبد العزيز كله. يا عم احنا واخدين باترينا واحدة عند الحاجة قنديل وبندفع لها باكو ونص كل شهر. ما هي جايبة قرش حلو والحمد لله. مية مية. جايبة ولا مش جايبة؟ جايبة. وجايبة كمان رجلنا على المحل بتاعه أكتر من الأول ألف مرة. خلي بالك يا ريت، احنا لو ما هجبناش على الشارع بالباترين دي حد غيرنا هيلقط. ماشي يا معلم، بس احنا كده محتاجين سيولة تاجر عشان نفرش بضاعة. السيولة موجودة، وأنا كمان مسافر قريب قوي. قول لي هو المحل ماشي كويس؟ يعني دلوقتي بتبقى الرجل خفيفه، بس بعد الظهر بقى بتخرج الموظفين والطلبه بتوع الجامعه الدنيا بتبقى كويسه. بس بقول لك ايه؟ ما تخشش بصدرك قوي، احنا لسه بنجس السوق. لا 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 لا، انا زعلان منك قوي يا حاج الشرشان. تخش المستشفى وتقعد اسبوع من غير ما نعرف؟ طب كنت اقعد جنبك يا اخي. بعدين والله العظيم ان انا كنت فاكر انك مسافر تجيب بضاعه من بره. لا الف سلامه يا اخوي. الله يسلمك. الحمد لله ده احنا رحنا ورجعنا بالسلامة وربنا يكرمنا بحق جهنمي. بقول لك ايه، الباترينا بتاعت الواد زيزو عملت رجل للشارع خصوصا بعد التكسير. الحمد لله الرجل تمشي شوية في الشارع. بس انا مش عارف، انا نفسي اطمن عليك يا حاج. انت عامل ايه؟ كويس؟ الحمد لله شوية تعب وارهاق وبعدين الضغط عالي يعني.
يعني ايه بقى انت بترسم على ايه؟ مش هنروح الخن نشد انفاس ولا ايه؟ ولا خلاص انت سلمت النمر وجبت زيت يعني نحضر المساعدين؟ الله يحظك يا قنديل. خلاص بقى المفروض الولاد الجداد بقى هم اللي يبقوا فاهمين ايه اللي هيحصل بقى ونسلمهم الرايه. احنا عملنا اسم لشارع عبد العزيز ومصر كلها بقت بتيجي فيه، بركه فيهم هم بقى. لا 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 ما تقولش كده، احنا هنفضل كبار الشارع. وبعدين ما تنساش لسه بدري قوي، قدامنا مشاوير. مشاويرنا يظهر خلصت يا حاج قنديل. انا شايف حاج الواد زيزو والفاترينا موجوده عنده ورا. لا امال ما جابش واحده هنا ليه زي ما احنا متفقين؟ عارف الواد زيزو ده يا حاج؟ هو ده بقى العيال الجداد اللي انت بتقول عليهم، اللي هو بقى يحط في ايده التراب يبقى دهب. اه والله زي ما بكلمك كده، يعني الواد ده مرزق بشكل غير عادي يا حاج. كل وقت وله اذان يا حاج. طب يا حاج عن اذنك بقى. ليه ما انت قاعد؟ الله يكرمك. السلام عليكم. اه السلام. بقول لك ايه يا عطيه؟ تعبين يا حاج. اوعى رقبت يا حاج. والله العظيم ثلاثة انا الود وانت ما كنتش اطوعك في اللي انت بتقوله ده يا حاج. بس طب اعمل ايه انت اللي طلبت مني يا حاج؟ يعني ايه تأجر حتة في المحل بتاعي؟ انا اول مرة اخويا اسمع الكلام ده. الله، انا مأجر هنا عند المعلم قنديل فاترينا. ايه وما قالكش ولا ايه؟ والله يا اخويا انا عارف الموضوع، بس لما كنتش اعرفه ان انت مأجر. اديني قلت لك سر كمان اهو. بقول لك يا زيزو، انت مش عندك محلك جاي تأجر عند الناس ليه يا زيزو؟ بس انا ولا مؤاخذه انا احب الخير يعم على الجميع. وبعدين شوف محل صاحبك من ساعه ما حطيت الفاترينه وهو ما بيونش زباين. اساله هو يسمعك العجب. ليه يا اخويا؟ ساحر بقى ولا حاوي؟ لا، السر كله في عفريت العلبه الجديد. ايه؟ المباين المحمول. بقول لك يا زيزو، انا اخويا لا ليا في عفريت العلبه ولا في عفريت الست. انا كفايه عليا يا ابني شغلي بس انا اغطيه. اجري يا عم معلم، وانا بقول لك ادفع جنيه؟ ده انا هاخد منك فاترينه هنا ولا فاترينه النحادي ولا النحادي وهدفع عرضيه. اول كل شهر هتقفش فلوس وكان الله بالسر عليم. يا سلام، وتدفع ايجار عشان كده بس يا زيزو؟ يا سيدي انت وافق بس وارضى، ورزقك على الله. بقول لك يا زيزو، عشان لا اكذب عليك ولا تتعبني معاك، انا كل اللي هوافقك عليه يا زيزو تحط فاترينه بره على باب المحل هنا، لكن جوه المحل مستحيل. ماشي، توكلنا على الله. وادي يا سيدي مقدم كمان. ماشي. والله يا زيزو انا بتعجب لك قوي يا عمي. ما احنا سايبين العيال السريحه طول النهار رايحه جايه على الرصيف، عمر حد فينا طلب منهم ايجار؟ يا سيدي انت راجل طيب وقلبك ابيض، صبعك مش زي بعضيها. الله، بس انا لا مؤاخذه يعني ليا شرط طلب، يعني رجاء تأمرني يا زيزو رقبتي. لو قررت يعني في اي يوم انك انت تأجر حته كده من المحل حق انتفاء يعني، ما يطلعش براي. بص يا زيزو، كلمه شرف، لو فكرت في يوم من الايام حد يحط بضاعه في محل غير بضاعتي انا، مش هيكون حد خيرك. كده كله تمام، عملنا الايداع وده الوصل. الوصل بقى ده احتفظ بيه عشان ده اللي يثبت ان انت ليك هنا فلوس عندنا. تمام يا باشا. ايه بتبص لي كده ليه؟ اصل شكلك يفرح يعني. كله بفضل ربنا وبفضلك يا زيزو. ها قولي بقى، عايز ايه؟ عايز حاجة تاني ولا ايه؟ عشان انت كده معطل الناس وانا وقتي مش هيسمح بصراحة. شوف يا سيدي، انا عايزك تحول لي مبلغ كده من حسابي لحساب واحد حبيبي. بس كده انت تؤمر يا باشا. قولي اسم حبيبك ده ايه بالكامل وعايز تحول له كام بالظبط؟ 100,000 جنيه. 100,000 جنيه كامل. اكتب عندك اسم حبيبك ايه بقى؟ وانا هدي لك اسمه وليد عبد الرحيم فضل. وبتوع ايه ال 100,000 جنيه دول؟ حقك في ورث ابوك.
اذا كان الورث كله على بعضه ما يجيش نص المبلغ ده. وبعدين يا ابو زيزو انا حقي منك اخدته مليون مره، تعليم ومصاريف ووظيفه، فاضل ايه تاني بقى؟ فاضل كتير. وبعدين يا اخي ما هو نصيبك دخل معانا في شغل ودار وكبر وعدى ال 100,000 جنيه وزياده كمان. وليد ممكن تكتبني صيغه قبل الحساب؟ اه طبعا. ايه؟ ايه؟ ايه النظام؟ نظام ايه؟ يعني مش عايز حاجة؟ انا عاوز سلامتك، انت عاوز ايه؟ اخلص. ماشي. شوف يا سيدي. انا عايزك تسيب 100,000 جنيه في الحساب بتاعي وتحول الباقي كله على البنك اللي بتعامل معاه بره. تمام حاضر. بس ما قلتليش ليه يعني؟ لا مفيش، هسافر اجيب بضاعة، السوق خلاص عارف طريق المحمود وانا عايز اقفل الحنفية بقى من مصدر. طب ما تمشيها صفقة بنص الفلوس يعني، بلاش الفلوس كلها، اصل دي مخاطرة وريسك مش قليل بصراحة يا زيزو. ربك هو الستار، اتوكل انا على الله بقى واشوفك بعد ما تخلص. سلام يا احلى باش محاسب في الدنيا دي كلها. قلت ايه يا عم لطفي؟ قلت ايه في ايه بس يا عزيز؟ مش فاهم. ما انا عمال اشرح لك من الصبح يا عم لطفي. خد لي كده حته فاترينه هنا جنبك صغيره احط فيها شويه محمود، على جنب كده برضه فاترينه على باب المحل، وباب رزق جديد وهترزق. انا بقول لك ايه، التليفون الجديد ده اللي الناس بتسموه ايه؟ الموبايل. ايه؟ الموبايل. موبايل؟ الموبايل. الموبايل ده ماله انتشر قوي في شارع عبد العزيز، يعني في فترين كتير والناس ماسكاه، مع اني سمعت منه من ثمنه غالي قوي. كانوا الناس جابت فلوس دي كلها منين البتاع ده؟ هو غالي بس الغالي ثمنه فين؟ المحمول ده عم لطفي هيكسر الدنيا. يا سلام. يعني افرض مثلا ان انت موظف يعني ماشي في الشارع وعربيتك عطلت، تعمل ايه؟ بالتليفون تجيب الميكانيكي تنجز. مثلا انت عايز تطمن على لبنى وهي مثلا في الشارع، هي بقى على التليفون. عايز تكلم واحد حبيبك تنجز، اي مصلحه تقضيها وقتي. وقتي؟ قلت ايه بقى عشان ننجز؟ انا معايا الفلوس وممكن ادفع الايجار دلوقتي. هسألك سؤال تاني. اتفضل. ليه لما الخناقه دارت هنا في شارع عبد العزيز تقريبا كل المحلات اتكسرت تقريبا يعني، اشمعنى يعني هنا المكتبة بتاعتي دي؟ تفتكر ليه؟ النار ما تحرقش مؤمن. يا راجل يا زيزو، انت عايز تفهمني يعني ان انا المؤمن الوحيد في شارع عبد العزيز؟ يا لا لا، مش الفكرة يا عم لطفي، المؤمنين كتير. ما انت عندك اقول حسيني وعماد وعم علام، كلهم ناس بترعى ربنا في اكل عيشها، عشان كده ربنا بيستر معاك. ها هنأجر، انا فلوسي جاهزه. هي الارصفه والحيطان الفاضيه بقى لها تمن في شارع عبد العزيز؟ بص يا ابني، انا لو كنت عايز اجر ولا بيع كنت بعت من زمان، بعت لدوت ولا لدوت. انما انا زي ما تقول ماليش تقل على الفلوس، يعني قول عليا ان انا انتيكه دقه قديمه، قول اللي انت عايز تقوله. وبعدين انا مش مقتنع قوي بحكايه البتاع الجديد دوت، يعني ايه ما عاوز اي حد اكلمه في التليفون؟ يعني ما اشوفوش يعني؟ طب زمان لما حد عايز يعني يطمن على حد يروح لحد البيت يخبط على بابه ويطل في وشه ويشوف عينيه ويقعد يسمع صوته ويشربوا قهوه، وما انا اختصر ده كله ان انت بتقول عليه ده؟ ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش. انا هعيش هنا وموت هنا زي ما انا كده، ما تزعلش مني. ماشي، مع اني مش مقتنع يعني، بس فكر فكر يا عم لطفي وانا موجود وتحت امرك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
الظهر الواحد هيشوف العجب في شارع عبد العزيز ده. هو ده بقى اللي هيشيل الليله دي كلها. هنشوف يا زي ذنبي. لا ده واد دبور ودماغه هتعجبك قوي، ولما تجربيه صح مش هتعرفي تشتغلي من غيره بعد كده. طب هو اسمه ايه اللي انت جايبه ده صاحبك اللي انت هتعرفني عليه النهارده؟ معاه يعني سيوله تحل المشكله بتاعتي؟ زيزو؟ اه لو اقتنع بالموضوع هيجيب لك سيوله زي ما انت عايزه. انت طبعا عارفه تقنعيه. بص يا زيدان بيه، انا ليا نظره هشوفه كده وابص عليه، لو عجبني يبقى سيب موضوع الاقناع ده عليا. مساء الخير. اهلا يا عبد العزيز بيه، ايه الشياكه دي كلها؟ والله يا باشا خايف اقول لك كنت نايم بيها لحسن تزعل. اقدم لك روان هانم. بونسوار. بونسوار. ايه بتفتكر ايه؟ لا مؤاخذه يا باشا، اصلي بشبه بقلب الافلام في دماغي، اصلها عامله كده زي النجمات الامريكان جايين مصر كده سياحة وفنادق. I like your way. مين؟ عجبتني طريقتك. الله يصلح حالك. عبد العزيز بيه رجل أعمال شاي جدا وبيفهم في كل حاجة، والحاجات اللي ملوش فيها بيلقطها كمان كده. تلميذك يا باشا، وأفضل طول عمري تلميذ صغير في الأكاديمية بتاعتك. هو إيه المصلحة بقى؟ مش بقولك. أنت مالك في إيه داخل أكتف مود؟ مفيش نقعد نتعرف على بعض شوية؟ نتكلم ندردش. بص بقى، الهانم عندها ليك مشروع تحفه، قريه سياحيه تحت الانشاء. اه وطبعا في مشكله في السيوله. ما انا فاهم بقى، ما هو لو مفيش مشكله هتشارك واحد زي ليه؟ ده الهانم لو شاورت كده بصباعها البهوات البلد كلهم يتمنوا، الا اذا كان الدوري بقى مرشحني ومزكيني جامد. شابوبا، يعجبني ذكائك. هو فعلا زيدان بيه مرشحك موت، وبيقول فيك بصراحه قصايد شعر، بس انا عندي تحفظ واحد بس عشان تشتغل معايا. بصي بقى، زيزو هيشيل عنك كل التحفظ ده. اموري. انا بصراحه موقفي حساس، ويهمني في شغلي السريه التامه. انت عارف الجرايد ما بتسيبش حد في حاله خالص اليومين دول، ده بخلاف علاقاتي ببعض الناس المهمه، عشان كده بيتحتم عليا السريه التامه. والسؤال دلوقتي، هتقدر على ده؟ سيادتك ولا كأني سمعت حاجة. بس أنا كمان لمؤاخذة يعني ليا تحفظ صغنن قد كده يعني يتيم. إيه هو؟ نفتح الموضوع ده لما أرجع من السفر، أنا هغيب قد يومين كده بأمر الله. أو ماي جاد، على فكرة أنا بحب السفر موت، وكل أصحابي بيقولوا إن أنا مسلية جدا في السفر. وفرصة نتعرف على بعض، أنت كمان تعمل البيزنس بتاعك وأنا أعمل شوبينج. يا خسارة، ماليش حظ اسافر معاكي، اصل انا يعني لا مؤاخذه مسافر الصعيد وعازه بقى ونسوان بتصوت ونظام انت مالكيش فيه، بس يومين كده ولما ارجع بامر الله ابقى تحت الامر، والدوري بيه بقى يقدر يجيبني بتليفون صغير قد كده زي النهارده. So you have to go to sleep, you don't have much time. لا ما انا ما ينفعش، اصلها مسؤوليه. طيب اتوكل انا على الله. ادينا كلام مع بعض بعدين بقى. ها ماشي يا باشا، سلام. تصبحوا على خير. مع السلامة. ايه في ايه اللي حصل؟ وقح فيري فيري اتنتف، ما عجبنيش بالمرة. بصي بقى يا روان، بلا احبه بلا اكرهه، الراجل ده مع سيولة وهيحب يشاركك قوي، بس انت بالراحة عليه، هو واد حريص كده وبيفهم كويس قوي كمان. يعني انت بتدافعي عنها عشان حبت الحيوان ده وغلطت معاه؟ حبيته حاجة وغلطت حاجة تانية. الحب ده حق لأي واحدة في الدنيا، متجوزة بقى متطلقة، لو سنق ليها حق تحب الواد ده يبقى انتي كمان ليكي حق، وأي واحدة في الدنيا. انت بتحبني يا عاصم؟ أنا بقى اللي لازم أسألك السؤال ده يا لبنى، بتحبيني؟ قدرت أنسيكي حياتك قبل ما نتجوز؟ قدرت أملأ قلبك؟ انت شايف ايه؟ انت شايفة ايه؟ السلام عليكم يا حاج.
بدري يا حاج، عايز اجيلك اتكلم معاك، بس كنت مستنيك يعني تروق. قول انا سامع. احنا قبل اي حاجه يعني عايزين ننسى الماضي عشان لعبد الله جاي لك ورسول الله نيتي خير. قبل اي حاجه انت ليك امانه عندي والخزنه مليانه، عشان لو عايز تضربني من دار اعملها. لو كان الرصاص يصلح اللي اتكسر ما كانش حد غلب يا ابني. وانا جاي اقولك ننسى الماضي ونرجع حبايب بقى زي زمان. معلم انا طالب منك يعني مؤاخذه يعني تحط الباترينه بتاعت المحمول بتاعتي عندك، ويا ريت بقى ما ترفضش المره دي. صدق انا كنت فاهم انك جاي عشان تطلب ايد البنت دي وتنقذ سمعتها اللي دمرتها هي وابوها. اتاريك جاي تتشفى فيا تاني، عايز تشوف ضحيتك قدامك وصلت لغايه فين يا حاج. والله العظيم انا مكسوف منك، يعني انا النهارده لو طلبت ايد بنتك في حموتها كده اكيد هترفض، ويعني انت مش تايه اخوها بيكرهني قد ايه وبيتعامل معايا ازاي. وبعدين يعني انا هيخس عليا ايه لو رحت عند المأذون كتبت ورقتين واخد بالك وبعد كده رحت مطلقه؟ هنكسب ايه؟ امشي اطلع بره بره. تبقى لسه زعلان مني ومعجبكش الكلام. امشي اطلع بره، اطلع بره قبل ما اخلص عليك. ما انت لسه قايل ضرب النار ما بيحلهاش. انت لسه عايز مننا ايه يا عم انت؟ تبقى انت اللي كنت قاطرنا عطية. يا عم احنا مش عايزين نشوف وشكنا في المحل. ينفع ربنا كده؟ يهدك يا عم. ينفع كده يا معلم؟ ايوه ينفع، مش عايزين نشوف وشه يا عم الحاج. الله يخرب بيتك يا عم. عطية وصلني مش قادر. اهدى انت يا حاج. ربنا يهدك. بسلامة يا حاج. ربنا يهدك يا زيزو. ازيك يا حاج؟ ازيك يا عاصم بيه؟ اطلع معايا يا عاصم. اطلع معايا يا عاصم، ما تقعدش هنا. يلا. ايه اللي جابك هنا يا عم؟ انا اسمي عبد العزيز. عارف انا لو شفتك هنا تاني هعمل فيك ايه؟ اعمل لك ايه عشان تحترمني؟ اعمل لك ايه عشان تعاملني على اني بني ادم زي زيك؟ وانت بني ادم ياه؟ ده انت برص. انت عارف انت لو خروف استخسر فيك الرصاصه اللي ضربتها لك قبل كده ودفعت ديتها يا بايع دمك. ماشي، وانا مش هرد عليك. وعشان تعرف ان انا ابن اصول، اتفضل اقرا الورقه دي عشان بس تفهم انك لسه في ايد انت واهلك.
ايه اللي مصحيكي بدري يا سناء؟ كان لازم اتكلم معاك. اقعدي. مؤاخذة يا معلم، يعني احنا بقية البضاعة نحطها في المخزن؟ البضاعة كلها تجيلي على هنا. ادي الورقة دي للسواق. اطلعوا بره، اطلعوا بره دلوقتي. محدش يخش عليا. مين اللي عمل فيكي كده؟ عايز بعد اللي عملته يحصل فيا ايه؟ عملت فيكي ايه؟ مش رحت قلت له؟ واديت له الورقة؟ سناء، مش عايز اسمع كلام غبي. ولا انا. ايه دول؟ دي فلوسك. ما ينفعش، ما ينفعش يا سناء. هو ايه ما ينفعش؟ ما ينفعش اخد منك فلوس. ليه؟ باظت خلاص. ما باظتش. زيزو انا بحبك، بحبك بجد لدرجة اني ما بقتش شايفة حاجة غيرك وما اقدرش ابعد عنك ومش عارفة اعمل ايه. طب اهدي. طيب اهدي. مش عايزة اهدى. سناء، معلم زيزو انت غلطت فينا 3 مرات. أول مرة صحيتنا أنا وبكره من النوم وده ما يحصلش أبداً. تاني حاجة، البضاعة المفروض تتحط في المخازن قلت لنا هتوها المعرض وده برضه ما يحصلش أبداً. تالت حاجة، قول لنا ليه الاتنين دول ما يحصلوش أبداً. عايز شارع عبد العزيز كله يفهم إن إحنا خلاص نازلين بتقولنا. المحل ده يتملي بضاعة النهاردة، فاهمين؟ محل إيه؟ محل أكل العيش. اطلعوا بره. اطلعوا بره. ده ما يحصلش أبداً. اطلع اطلع برا يا عم، ده متضايق. ايوه يا وليد، معلش صحتك بدري. لا انا كنت بجيب بضاعه. اسمع، عايزك النهارده قبل ما تنزل تتصل بشركه الخطوط. هندفع ونستلم. عايز شارع عبد العزيز كله النهارده يتملي بضاعه. واسأل لي على الأسعار كده عند أنور وغير أنور. اللي هيشتغل في المحمول بقى غيرنا ذنبه على جنبه. هنعمل خصومات وتخفيضات ونولع الدنيا. ماشي. سلام. عاصم، أنت كنت بتعمل إيه هنا؟ كنت فين يا بت؟ كنت فين؟ كنت عند زيزو. انت يا بت ما بتفهميش؟ معلش. انت ما بتحسيش يا بت؟ معلش، كنت بكلم. كنت بتكلميه في ايه؟ كنت بكلمه علشان يجي يتجوزني. كنت بتكلميه فين يا سناء؟ ورحت له المحل بتاعه. والله هيتجوزني. ما تزعلش مني يا اخويا، انا اسفه. حقك عليا انت وابويا. انا عرفتني عملت ايه. حاضر. حاضر. لو عرفت انك نزلتي من البيت عشان تتكلميه في حاجه. حاضر. هيبقى اخر يوم في عمرك. حاضر. قول يا بت، مش عايز تخش. لا يا معلم ما ينفعش. احنا اتفقنا على ايه؟ ايه؟ واحنا بنحط الباترينا عندك اتفقنا على ايه؟ انا ناسي، فكرني. ايه؟ الله، اتفقنا مفيش شغل في المحمول لك قبل سنتين. سنتين؟ سنتين. ده كتير. بعد لك 1500 جندي كل شهر. بس ده كتير قوي يا معلم. لا مش كتير، ده اتفاق. طب انا عايز اشتغل في المحمول. استغفر الله العظيم يا رب. طب بص يا ريس، انا هقول لك فكره، وان ما عجبكش نتفاهم. ماشي. قول يا معلمه. هتفتي؟ ها، صلي على النبي وعلى الصلاه والسلام. على الصلاه والسلام. انا النهارده هديك بضاعه. تحطها فين؟ فين تحطها؟ فين والبضاعه بتتحط فين؟ الا في المعرض. احطها في ايه؟ عليك نور، تحطها في المعرض بتاعك. وليا 25% من المكسب. ماشي. مش قلت لك هتفتي يا عم؟ اديني فرصه اقول لك بقيه العرض. اتفضل. نص البضاعة التاني افرشه في أي محل وحلال عليك كله. إيه؟ إيه رأيك؟ بس 25% كتير يا معلم. يا سيدي اصبر بس شهر وبعدين نشوف. بس البيع بنفس أسعاري. ماشي ماشي. هو في سمك بيتمسك في المية؟ إيه بعد صبيانك يحمله. بس أنا بقى يا معلم عايزك تحنن شوية ابن عمك.
قال ليه دخل البترينه بتاعتنا عشان عايزين ناكل عيش عشان ما اعملهاش معاه واحطها بالقهوه وانا كفايه اعمل كده ومحدش يقدر يعارضني ولا يكلمني خلي بالك. لا 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 حلو 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 لا قادر 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 وكسر عينه وزله يا عم خف يا عم مش مساله قدره يعني ده عشاء ماشي مبروك على الزيرو ربنا يبارك لك فيها ويكفيك شرها انا هكلمه وبقى ابعت البضاعه مع اسماعيل ومعاه الفواتير ماشي طب انت رايح فين يا معلم ماشي ما شربتش حاجه لا مش عايز اشرب والنبي لا تقعد ما انا شربت ما انت شربتني الكفايه الله يبارك لك طب ما تنسانيش في السيوله بقى عشان عايز الم نفسي برضو سيوله وتلم نفسك ماشي 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 يا مبيلاتك يا مبيلاتك اللي في الحضانه يا بنتي الموضوع ما يتاخدش كده انت فاهمه قد ايه زيزو ده عنيد يبقى رفض رفض انه يجي يصالحني ويصالح اهلي بس هو اللي جابه لنفسه هو ايه ده اللي جابه لنفسه هقتله تقتليه ايه يا مجنونه انت ايوه هقتله انا قلت لعاصم كده وبقولها لك هقتله وهقتل نفسي واخلص ممكن بس تهدي كده لان اللي انت بتقوليه ده مش هيحل المشكله امال ايه اللي يحل المشكله الصبر او النبي صحيح وتفضلي بقى رايحه جايه قال ايه بتصالحيني ممكن تفهميني عملتي كده ليه؟ حطيتينا كلنا في الموقف الزباله ده ليه؟ كان فين مخك؟ حمار غبيه انا اللي غلطت سبته يلعب بيا طول الشهور اللي فاتت دي بس عايزه اسالك سؤال واحد انت شايفه هو ممكن يوافق يتجوزني؟ لو حطيتي في دماغك انه مفيش فايده هيبقى مفيش فايده لكن بقى لو صممتي تاخدي حقك هيحصل وانا ورايا حاجه ده انا فاضيه يا ابني افهم بقى الله يرضى عليك ما تتعبش قلبي حاضر حاضر يا عم زيزو قلت لك 100 مره الزبون انواع ذكاوتك بقى انك تفهمه من طلته عليك من لبسه من شكله من كلامه ولغته من الاسئله اللي بيسالها لك يعني مثلا لو دخل لك زبون بيسال كتير تعرف ان ده زبون متردد وده بقى سهل مش صعب حلاوتك بقى انك تركب على ودانه يقول كلمتين تديهم له 10 ان ما طلعتش الكاشات اللي في جيبه تبهره تغسل له مخه والزبون بقى اللي بيخش عليك بثقه وقلب جامد ده مش جريء على الشراء مش مهم مش مهم تبيع له النهارده ممكن تبيع له بكره تشرح له وتطلع له مميزات العده اللي عندك فهمت 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 يا زيزو والله فهمت سيبنا بقى من حصه المبيعات اللي انت عمال تديها لنا من الصبح دي يا ده انا عايز اعمل منك بياع محترف درس عمل يلا ده الزبون ده زبون ده عمره ما اشترى حاجه في حياته طب والله ده لو زبونه دخل عليا لا طرده بره المحل لا عنده حق يا سيدي بنمثل بنمثل يلا انت زبون وداخل تشتري بس يا اسطى السلام عليكم سلام ورحمه الله وده بعد عند بتاع الزبون وبست كبريت طب ليه كده يا زيزو طيب ده محل ايه محل اكل عيش يبقى ركز ركز شوف احنا بنبيع ايه وخش اشتري طب ده متردد طب يلا يا عم المتردد صباح عليكم عليكم السلام ورحمه الله وده بعز عده الفض بس مش خدها الضهر طيب انت تحب تشتري انهي عده في دول غلط غلط اهو ده زبون حمار جاهل ما تحطوش قدام جهله خش في الموضوع على طول واشرح له انت اديله بيع له اطلع يا ابني اتفرج عليا اتفضل خش يا زبون صباح عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته خد ده بعز شحن دوكه وامرني انت معاك عده نوعها ايه لا لا بعيش عده طب ما شوف لك عده حلوه كده من عندنا شوف العده دي اهي دي بقى بص وزنها خفيف مش زي ما بيقولوا ايه ده وسعرها حنين وليك انت اعمل لك خصم عشان اجيب رجلك يعني او اشوف من على التليفون انت بتعمل ايه هنا يا جاي ايوه يا باشا خليك معايا ثانيه انا جاي مع استاذ بكر شفت لك ذاكر مش لك ذاكر روح ذاكر روح ذاكر لا لا مؤاخذه يا باشا ازاي ما عليك النهارده لا 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 انا ما اقدرش اتاخر عنك يا باشا تلت ساعه بامر الله وهكون عندك ماشي لا اتفضل 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 اتفضل
بس انت كبستها هتديك كبسه يا زيزو. مش فاهم يا باشا. يعني الست تقول لك اسافر معاك تقول لها رايح اعزي، ما تقدرش تاخدها معاك ليه؟ طيب رايح يا باشا، وانا تلميذ دي خبره وجاي تستقطعني؟ وبعدين الشوبينج بتاعها ده يتكلف له اكتر من 10,000 دولار، وانا يا باشا زي ما انت عارف بلم القرش على القرش وبحرم نفسي باللقمه. بس الست دي جامده قوي يا زيزو. جامده على نفسها زيزو، خلي بالك الست دي امرها بيهمني جدا. وبعدين شكلك مش عارف كانت متجوزه مين اصلا. كانت متجوزه مين يا باشا؟ دي كانت مرات كمال الدين. طبعا الاسم ده عدى عليك من قريب، وزير التربيه والتعليم. ايوه السابق يا زيزو. امال الراجل طول النهار يا عيني عمال يطلع وابناء الطلبه ده طلع بفضيحه يا باشا في الاخر. احنا مالنا؟ لا مالنا ده ايه؟ ده مش بعيد يكون حال القريه بتاعها ده موقوف بسببه. وارد، بس احنا هنسلك الموضوع برضه. وبعدين انا مش هسيبك. بص يا باشا، انت اقرب ليا منها مليون مره، ومصلحتك فوق راسي وعلى رقبتي، بس انا عايزك بقى تجيب معايا من الاخر وتفهمني ايه نظامها. بص بقى انا هشرح لك. الانتخابات اللي جايه هتبقى معركه كبيره جدا، داخل فيها اللي ليه واللي ملهوش فيها. يعني في ناس كتير جدا عاملينها سبوبه كده عشان يدخلوا يتراضوا وبعد كده ينسحبوا. ده غير بقى مصاريف الحمله زي ما انت عارف، والتسليكات اللي في الحزب. يعني مش معقوله هعرف اخش الانتخابات وانا مشارك في قريه سياحيه كمان. الله، يعني سعادتك محتاج الكام مليون اللي حطيتهم في السياحه مع روان عشان الانتخابات؟ تمام كده، والقريه هتسلك. انا برضو كنت متاكد انك مش هبعت الميزك. ابيعك ليه يا زيزو؟ وبعدين مشروع القريه السياحيه ده مشروع مضمون، وانت شايف اهو السياحه ابتدت تشد حيلها. طب لما مشروع مضمون وست روان دي جامده قوي كده، عض ايديها ليه؟ ما تسلك هي نفسها. لا الكلام ده بقى في التفاصيل هي تقوله لك، بس خلي بالك دي قفشه منك من اخر مره. ها بص، انت خد ودي معاها في كلام عشان بس نفهم الموضوع في الاول. اتصل لحد الميعاد. اتصل. ويلكم. لعبة الأيام كتير أوي كده. صباح الفل يا عسلة. لا ده انت طلعتوا ناس هنا يا بت متدلعين على الاخر. خف خف، مش كده على الصبح. الله بدلعك شويه. فالجر، ايه الاسلوب اللي انت بتتكلم بيه معايا؟ ايه بت دي؟ فرجه لا يرحمك.
ما تخليها مبسطه بقى وكلميني زي ما بكلمك كده. خليني اعرف اتاكتك واشوف هشاركك ازاي في المخروبه دي. يا حبيبي يا زيزو، انا مش بتكلم على اسلوبك معايا، اتكلم براحتك، انت كده عاجبني. بس في المفروض ناس، الناس اللي بتتكلمي عنهم دول رغم شياكتهم حراميه. حراميه، مالك بتبص لي كده ليه؟ حراميه وهبيشه وبيكوشوا بالمليارات كمان، وما بس عشان ايدهم فوق محدش فايق طولهم. طب سيبك بقى من جو الحراميه والهبيشه والكلام اللي يوجع القلب، امسك سيجارتك قولي ايه رايك في القريه. انا جبتك اهو عشان تشوف كل حاجه على الطبيعه. هو جو برضه، بس لو هيخسرني جنيه ما يلزمنيش. ومين قالك انه هيخسرك؟ الزن اللي انت عماله تزنيه ده معناه انك جايباني هنا عشان تغرزيني وتخلعي انت. بس انا موافق، موافق من غير ما تقعدي تبرري وتحوري وتعملي حبتين. اكسلنت، برافو عليك يا حياتي. بس لازم قابله بقى تفهميني على الفوله. فوله؟ جرايه يا بنت مالك، انت عمرك ما اتكلمت عربي؟ ما تعرفيش المصريين بيتكلموا ازاي؟ ما تفك معايا روان. طب خلاص خلاص خلاص، I got it. قصدك يعني طولش النظام؟ طب ما انت حلوه بتعرفي تقولي كلام. قومي بقى عشان ننزل المايه شويه كده نبلبط. طب استنى البس المايوه. مايوه ايه؟ هو انت كده مش لابسه المايوه؟ يلا بينا. يلا يا بتاع الترعة. مشكلة القرية دي يا سيدي ان انا استعجلت في انشائها. المشروع كان مضمون والارض كانت تحفة زي ما انت شفت. والله كان في ألف واحد بيتخانق عليها، بس في ناس مهمة وعدتني انها هتخلص مشكلة الارض، وفعلا خلصوها. بس اول بقى ما ابتدينا نبني ونأسس، خرابي، مشاكل قد كده اتفتحت علينا. الجرايد كتبت عن سرية اراضي الدولة، طبعا ده لحساب بعض الناس اللي نفسنا اللي اصلا كان عينها على الارض. فالمحافظ اتشال والنائب العام فتح القضية، والدنيا ولعت ودخلنا في مشاكل ملهاش اخر. يعني انت عايزه تفهميني ان شويه الخرسانه اللي شفتهم دول اتصرف عليهم ملايين؟ لا طبعا، نص المبلغ كان تصاريح وعمولات وتسهيلات وسمساره وألف ايد اتمدت عشان نبدا. والنص التاني ده اللي اخدته من واحد دلوقتي ما نقدرش نطلب منه ولا مليم ولا حتى نقدر نقول اسمه، مفيش ضده اي ورق، ده غير طبعا القرض اللي طلبته من البنك واللي خسرت فيه تقريبا تلته عشان البنك يوافق عليه. محافظ اتشال، نائب العام بيحقق، واحد معرفش اقول اسمه، دي قريه منيله بنيله والبعد عنها غنيمه. ده انت كده ورطت الدور بيه رسمي. استنى بس يا زيزو يا غلس. الله، السلام عليكم يا نبي. السلام عليكم. لا حول الله يا رب. يا بنتي كفاية كده على الصبح، ما تطوعيش نفسك، مش كويس عليك يا بنتي. ما قدراش يا بنت خالي، قدراش. الحكاية دي هتخلص ميتة، قرفانة من كل حاجة، قرفانة من روحي، من كل حاجة، قرفتكم معايا كمان. كلها أسبوعين بالكتير وتبقي عالي العالي. قوليلي زيزو هيرجع من السفر امتى؟ المفروض النهاردة حسب ما قال، الغايب حجته معاه. أنا عايزة أطلب منه حاجة بس خايفة أزعله، وأنا ما صدقت. عايزة تطلبي منه إيه؟ عايزة أروح أقعد عند أمي في البلد يومين لحد ما أبقى زين، وأريحكم، أريحكم مني ومن عمايلي دي. إذا كان علينا محدش قرفان منك، بس لو أمك وحشاكي ونفسك تشوفيها وتقعدي معاها كام يوم وتفرحيها بحكاية الحبل دي، أنا هكلمك. لا أنا ما عايزاش أعمل عمايل العيال دي، انا كل خوفي على وليد وعبد العزيز، بعمل لهم الوكل بيدي، ممكن يكونوا قرفانين مش عايزين يقولوا. سبحان الله يا رب. صدقي يا بنتي اشكان، اول ما دخلت عليا بالجلابيه السوداء والقمطه السعيده دي وزيزو قال لي دي مراتي، انا قلت خلاص مستقبل الواد راح وجايب لي بقره. والله يا بقره انا حاسه كده برضه. والله ليكي حق، عندك حق بيني وبينك، الواد يروح يدفن ابوه يرجع ساحب بقره صاحيه ويقول لك مرته دي مصيبه. بس الحمد لله طلعتي مقصله يا اشجان، وكلك نباهه واحساس ومفهوميه، الحمد لله. بس ميلت بخت ولدك البكر يا مرت خالي. انا الله يسامحه جدي فضل منه لله،
ولدك لازم يدور على بنت الحلال اللي يعيش حياته معها. باين لك عارفه انه بيحب واحده ونفسه يتجوزها. شكله كده قايل لك على سره ومش قايل لامه. انا ما اقولش حاجه، عبد العزيز جالها لحد تاني واصل. حتى على امه يا بنت؟ شوف يا مدخلي، عبد العزيز ما يحبش ان حد يعرف عنه حاجه. يا سلام، ابني وعارفان واخوه وليد اصغر منه بسنين، لو جا قال لك حاجه هتقفي تعاتبيه وتلوميه وتعملي فيها ام العريف. ربنا يجازيك على كلامك زي الدبش ده يا اشجان. بضحك معاك يا مرت خال. يبقى فاضل مين؟ عبد العزيز ممكن يفضفض معاه ويطمن له. في مراته حبيبته اشجان. لا بلا مراته بلا حبيبته. حبيبته لسه ما جاتش يا مرت خالي، بس جاي جايه وهتفرح قلبه وهتقولي اشجان قالت. جاي يا بنت انت؟ انت عبيطه يا بنت؟ واحده تانية غيرك اتمسكت فيه بايدها واسنانها وقالت جوزي وما حدش يشاركني فيه، خصوصا يا بنت بعد ما بقيتي حامل وهتجيبي له اول بخت. انت ايه يا بنت؟ ما بتحبهوش؟ بحبوش، بحبه دي كلمه قليله قوي. مفيش كلمه توصف عبد العزيز اللي في قلب اشجان. اقول لك حاجه وتصدقيني، لو كان جالي البلد وشفته بعينيا والله كنت اهرب معاه، حتى لو كانوا ذبحوني. بس يعني جاء متأخر شوي، بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتيجي بنت الحلال اللي هتفرح قلبي. عارفة يا بنتي أشجان، أنا ساعات بحس إن أنت أمي مش أنا، من كتر حنيتك علي. أنت حتى حنين كدك. مش قادرة أصدقك بجد، كل ده أكل؟ ايه يا عازم شارع عبد العزيز؟ انا عايزك تاكلي عشان تكبري. وبعدين يعني يا اختي الاكل لما يفيض احسن ما يكفيناش، ولا ايه؟ صح. يلا فصفري نفسك بقى بالفسفور الحلو ده. طبعا ما هو كله فسفور، بس انت يا حياتي مش محتاج فسفور، منور على طول. كلهم بيقولوا عليا كده برضو. يا سلام، باين عليك شيء موت. اعملي حسابك بقى اول ما نخلص اكل تلم حاجتك عشان نتوكل على الله. واتس رونج وذ يو؟ انت مش قلت ان احنا نقعد هنا اسبوع؟ غيرت رايي، كلامك عن القريه بتاعتك قفلني، زهقني من السياحه من بابه. زيزو احنا مش بنهزر. وانا مش بهزر والله، بس ما تقلقيش الموضوع احطه في دماغي. والله حطه في دماغك مش كده؟ بس انا جايباك وقاعده استشيرك عشان تقولي الموضوع في دماغي. لا ما انا فاهم انت جايباني هنا ليه. يا بني عشان تحوري عليا شويه وتدلعيني شويتين، اقوم انا بقى ريل عليك وكوع على طول مش كده؟ ماشي يا زيزو، انا داخله اغير عشان نمشي. طب ما تغيري هنا. والله خفه. وربنا بهزر وربنا بهزر. اذا كان جوزك اللي هو كان وزير سابق ما عرفش يعمل حاجه، انا اعمل حاجه؟ هو ما عملش حاجه عشان انا اصلا ما طلبتش منه يعمل حاجه. ولو طلبت منه الراجل اللي ما يتسماش ده اللي ما بتقوليش اسمه مش هيرجع الفلوس، والنائب العام ما بيهزرش. تبقى ايه بقى؟ بس انا اصلا ما طلبتش منه فلوس. زيزو انا عايزه القريه دي تكمل تشتغل عشان هبني عليها امال كتير قوي. طب انا اسالك سؤال وتجاوبيني عليه بما يرضي الله. اسال. مفيش حد من الحراميه اللي حواليك عرض يشتري؟ يعني ايه؟ يكايش يعني، يكايش والوضع كما هو عليه بتاع القرية. لا في واحد بس كان عايز يدفع. ايوه عايز يدفع كام بقى؟ نص اللي صرفته تقريبا. يعني انا ممكن اخد كلامك ده ثقة؟ اكيد. بتسأل ليه؟ شوفوا يا بنت الناس، القرية دي مش هتكمل دلوقتي نهائي، يبقى احنا نعمل ايه؟ نلعبها خرصة مع وعد مني ان انا اشتري. طبعا نهدى شويه لحد ما ملف القضيه يتحفظ في درج النائب العام، والراي العام كمان ينسى المحافظ اللي اتشال والدربكه دي كلها. يا سلام، استنى كل ده. زيزو انت اكيد بتهزر، انا عندي قروض تسجنني يا ابني. لو كان عندك حل تاني اعمليه. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة يا زيزو. الله يسلمك. كده ليه يا ابني؟
هلا وبعدين التليفون المحمول بتاعك ده ما بيردش ليه؟ يا ماما انا كنت في حته ما فيهاش شبكه بقى. مالها اشجار؟ مالك؟ جدي فضل مات. لا اله الا الله. الله يرحمه. الله يا رب. الراجل طيب بس شديد. طب وانتوا عرفتوا ازاي؟ عمتك اتصلت باخوك وبلغ باية في حياتك يا حياتك الباقية يا ماما. طب وانت بتعيطي انت كمان ليه؟ مش ده اللي طرد ابوها زمان وحبس انفاسك هنا؟ بس الطفل ما يطلعش من اللحم. بعدين الواحد من غير ناس واهله يبقى يتيم. دي عندك حق. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني اما نروح نعزي؟ ده واجب. بعدين الناس دي برضك فضلهم علينا واقفين جنبنا وجدعان. ربنا يخليك ليا يا ابني. ايه تصلي على النبي كده عشان اللي في بطنك حتى. بس انت في موضوع العياط ده بتتوصي ما بتصدقي. بس ليكي مبسوطه عشان راح تشوف امك. بس يا حبيبتي بس. ايوه عمتي. انا عبد العزيز. انا عبد العزيز يا عمتي. الشبكه. ايوه عمتي. بقى في حياتك طول العمر ليك يا عمتي. بقى صلي على النبي. انتوا دفنتوا؟ لا اله الا الله. ده انا كنت مسافر والله ولسه جاي حالي. لا جايين طبعا. الله جايين على طول جايين. بقول لك اجيب امي معايا ولا في مشاكل؟ ربنا يخليك. الله يبارك لك. ماشي يا عمتي. نعم قاعدين اهم يعيطوا قاعدين مهريين من الصبح عاملين كده محزنه هنا على الدور. بامر الله. ماشي صلى على النبي بقى. لا اله الا الله. ماشي يا عمي. ماشي هسد الطريق ان شاء الله. يلا مجهزوا بقى عشان خاطر نخلص ونروح نوصل. لا اله الا الله. طب لما الراجل رقد تعبان كده يا عم مش تكلموني برضه؟ ده كان نفسي احب على ايده قبل ما يموت. والله ما طول يا ابو عزيز. يوم بليله وراح. الله يرحمك يا ابو فضل. اهو راجد في حضن ولده عبد الرحيم اللي قطعه سنين وكان محرم دفنته هنا. ربنا يرحم الجميع. انا ما انساش جدي فضل لما حكم تجيب المأذون قبل ما يدفن ابويا. جدك كان قلبه قاسي لكن حجاني. اللي هيشتغل شغلانته دي وما يكونش قلبه حجر هيتاكل واكل يا ولد اخوي. شغلانه يا عمي؟ العيشه هني كلها عايزه ابو قلب واعر لكن يعرف يعيش. المهم جدك قبل ما يموت بساعه قسم الورث واحنا رضينا باللي قاله والجرشنات جاهزه تاخدها معاه. واذا حبيت تبيع حقك في الطين والنخيل بنشتروه منك. جرشنات يا عمي وطين ايه؟ واحنا في بيننا وبين بعض الكلام ده برضه. لساك ما عايزش تاخد قرشينات تدخلها في تجارتك؟ يا عم ما قلت لك خير ربنا كتير. بس القرشينات اللي هنا ياما واحنا ما نعرفوش نعملوا بها حاجه وخصوصا بعد ما جدك مراح وانت عندك تجاره تحب السيوله. سيبوه براحته وادوا له حقه. واذا اختكم نتيبه حبت تدي اشجان حقها في حياتها يبقى ياخدوا معاها. فهم الولد بالراحه عشان يرتاح. دلوقتي نشرب الشاي ونقول كل حاجه على بلاطه. انا برضه وانا برضه احب كل حاجه تبقى على بلاطه. ايوه بس خلي بالك دي مش زي اي حاجه. الحمد لله يا رب. كملي واكلك عاد. والله شبعت يا حاج. دايما عامل بحس كده وبحس اخواتك الرجاله. ربنا يكرم قصرك يا مرت الغالي. ربنا يخليك. بالراحة يا أشجان عشان اللي ببطنك يا بنتي. خفيف يا مطرح. واه يا بنتي حبلي. ادعي لها يا حاجة. ادعي لها ربنا يكمل لها بخير إن شاء الله ويحقق حلمي يا رب. يحقق حلمي. نفسي كده ربنا يكرمنا بعبد الرحيم الصغير. أيوة بس كيف يعني؟ ما تستغربيش والله شايفاه في المنام وانا واقفه قدام الكعبه وهو على حجر كده بيضحك تقوليش بدر منور. عملتولها عمليه اياك؟ لا عمليه ولا حاجه. العمل عمل ربنا وربك لما يريد يا حاج.
ونعم بالله. يبقى جوزك الاولاني هو اللي ما كانش ولا اولاني ولا حديث مالوش عازة يا اما كنا حبله وخلاص زي ما ربنا اراد الحمد لله. ونعم بالله يا بنتي، بس انت كبيره على الحبل والولاده. يوه ما فيش حاجه كبيره على ربنا يا حاجه، ما بقول لك ربك لما يريد يسمع من بوجك ربنا. قولي لي بنتي، مليحه معاكي بتسمع الكلام ولا لا؟ يا سلام، اشجان طيبه وبنت حلال وشايلانه فوق راسها، ربنا يكرمنا بيها. اساليها هي لا كنا حد مقصر معاها ولا حاجه. مبسوطه مع مرت خالك؟ مالك يما، لما جدي فضل جوزني عبد العزيز بالقوه كانه رماني في الجنه، ما جيتش من ساعتها غير النهارده. اصيله يا اشجان وبنت اصول، ربنا يكملك بعقلك. وما تسيبيش الجنه وتجي تقعدي مع امك اسبوع ولا تنين. اسالي جوزي زي ما يقول يكون. لا، اللي تقول عليه الحاجه راتيبه يمشي على الكل. وانتي حبل في شهرك الكام؟ تالت. قول يا رب يا رب يا رب يا بنتي يا رب. يا نهار اخضر، حاطين الفلوس دي كلها في بطن الكنبه ومش خايفين؟ ومين اللي يستجري يجرب من الدار يا عبد العزيز؟ الولد ما نعرفش مين جرابه يا وهدان. لا عارف، ده انت صرفتوني ورفعت راسي في الشارع. لو حد ضايقك تاني قول ومالكش صالح. هي اشجان ما قالتلكش حاجه؟ لا قالت، قالت كل خير، بس يعني هي ما جابتش سيره فلوس ولا شغل، دول ملايين. والكنبتين اللي قدامك دول كمان. وانتوا ناويين تدوني انهي كنبه بقى بالصلاه على النبي؟ والله بدينا نعطيك التلات كنبات. وانا شايل. احنا ما بنهزروش في الحديد ده. هو لا مؤاخذه يعني جدي كان بيشتغل في ايه بقى؟ جدك فضل كان ليه في كل حاجه. ولما قلنا لك خد القرشينات ما كناش هنجاملوك ولا نستجدعوا معاك. والنهارده انت اللي هتوقف جنب ناسك. وانا رقبتي سداده. بوك الوحيد اللي اتعلم فينا، عشان كده كان نافر من شغلنا. وهو ده اللي كان مزعل جدك فضل منه. كان عاوز يقدم كفنه بيده لناس بيزحمونا في تجارتنا. اللي هي ايه بقى؟ اي حاجه تجي على بالك تجيب فلوس. جمد قلبك يا ولد اخوي، لسه ما جاش وقت الخوف. وانا قلبي جامد وزي الحديد. انت مش هتقول انك مشغل اخوك في بنك؟ خلاص اتشطر ودخلهم، بس تساله الاول قبل ما تعمل اي حاجه. هو بصراحه ربنا عامل مبلغ كبير ومحتاج يعني ياخد وقته قبل ما ينزل السوق. واحنا وياه مش بتقول ان حداك اوراق استيراد وتصدير؟ عندي دي سكه مليحه قوي، بس حرص يا ولد اخوي، في ناس حوالينا ودوا فلوسهم بنوك الحكومه ما طلعوش منها لحد دلوقتي. مفهوم مفهوم. وانا بقى بالصلاه على النبي كده نصيبي لوحده يطلع كام؟ حوالي نص مليون اخضر، ده غير الطين والنخل والمواشي. هتبيع ولا تسيبهم ونجيب لك ريحهم؟ لا يا عم خليهم كده بريحهم، تجيب واحد برضو. عاجل عاجل يا ولد اخوي وشاري ناسك. اللي بتعملوه معايا يا عم واللي عملته اشجان يخلينا اشتري التراب اللي بتمشوا عليه. احنا ما بنبيعوش لحمنا يا ولد اخوي. قوم قوم نام وربنا يسويها مع طلوع النهار. اه ربنا هيسويها وتفرج وتبقى عال العال بامر الله ان شاء الله.
ها فهمت حاجه؟ مش قوي. باختصار كده موضوع الارض بتاعتك وبتاع روان خلص خلاص. خلص ازاي يا باشا؟ تصدق بقى يا زيزو انت كان عندك بعد نظر، يعني لما الراي العام سكت والجرايد بطلت ونسيت الموضوع ده من 6 أشهر التخصيصات نزلت رسمي وبامر محكمه كمان. والله يا باشا ما عارف اقول لك ايه، ده انا كنت بدفع الفلوس دي وايدي على قلبي. وانا متشكر لك يا زيزو، مش هنسالك الجميل ده ابدا. متشكر ليه انا؟ على ايه؟ لا ما هو انت لما جيت تدفع لي نصيبي تدفع لي فلوس، يعني انت ما كنتش واثق في المشروع من الاول، بس انا كنت متاكد ان انت بتعمل كده عشان تنقذ حملتي الانتخابيه. هو ده بقى الجميل اللي مش هنساهولك ابدا. يا باشا يا باشا، ده الخبر اللي انت سمعته لي ده هو الجميل الاصلي. خلاص يا بطل، دلوقتي بقى تقدر تروح تكمل تشطيبات وتدهن وممكن تعمل نشاط كمان. بص انت لو عايز تبيع انا ممكن اجيب لك سعر حلو جدا. دي روان هتفرح بالموضوع ده جامد. روان روان بقى تلحقها يا ما تلحقهاش. ليه يا باشا خير؟ مالها؟ روح زورها يا زيزو. هكلمها وازورها بس اعرف بس مالها يا باشا. لا ما هي مش هتعرف ترد عليك، بس انا هطلع لك تصريح عشان تروح تزورها. تصريح؟ تعال يا روان. قدامك ربع ساعة. ايه اللي حصل؟ كان عندي مديونيات كتير وانت طنشت وقعدت تقول لي استني شويه استني شويه، ما انت مش عارف اتلم عليا اصحاب المديونيات والبنوك وخدوا عليا حكم. مش بقول لك شويه حراميه؟ كام طيب طلعت من هنا؟ ايه ده؟ انت ناوي تبقش عليا ولا تعمل نمر الجدعنه؟ ما شاء الله لغتك اتحسنت قوي من القعده في السجن. ابقشش عليكي واديكي على قفاكي كمان، المهم تخرجي. انا مش عايز اشوف منظرك كده. انت حبيتني ولا ايه؟ وانا حمار عشان احب واحده رد سجون زيك. رد سجون ايه؟ على فكره الزنزانه بتاعتي بعد ما اخرج هتبقى مزار سياحي، وتفضل بقى امشي من هنا، كفايه فرج عليا لغايه كده. يا بنت قولي كام؟ الله بس خليكي حنينه، قولي الحد الادنى، مش انت تروحي تتدبسي وانا اعد. ما انا يا زيزو مش عايزه ورطك معايا، كفايه ورطتك معايا في القرى. يا ست انا بقى بصطاد في المايه العكر، انا مش جاي انقذك ولا حاجه. مش انت لسه شريكتي؟ خلاص هدفع لك الفلوس ونفض الشراكه. هو انت عارف اصلا تتصرف في نصيبك اللي انت اشتريته عشان تحط عليه نصيب انا كمان؟ يعني امشي؟ انت حر. سلام. استنى. 2.5 مليون. كم؟ 2.5 مليون. وانا دفعت وبامر اللي لما تخرجي ورجلك تشيلك انا تحت امرك. يا سلام، ده اقل من نصيبي بكتير طبعا. يا ستي ما القريه كلها تحت امرك، ابقي شرفينا انت والحاج اعملوا عندنا دي يوز. اي نعم انت انتهازي وبتستغل مواقف بس بحبك يا يوسف. مشيها صحوبيه احسن. اه من الحق، ابعتي لي واحد بتثقي فيه معاه توكيل منك يمضي مكانك ويقفش الفلوس بس يجي يوردها هنا. ها سلام يا سوابق. ما تقولي بس ايه اللي مضايقك؟ الواد جالك يمكن 6 مرات وانت برضه رافض، والشارع كله راكب فاترين محمود. الا انا يا امدي، الا انا، وللواد ده بالذات برضه لا. طب ايه اللي مزعلك؟ مخبي عليا ايه؟ قولي. لو كان راجل بصحيح كان عارف ان فيه كبير لازم يعتذر منه ويتحق له، لكن للاسف هيفضل عيل وهيصغرني معاه. يا معلم افهم بقى، العيال دي زمن غير زماننا احنا خالص، ولا انت نسيت زمان؟ كان اللي يقب بدماغه كده نسحله ونسحل ابوه وكل عيلته واللي وراه كلهم، لكن العيال دي لا، العيال دي حاسه ان هي عملت نفسها وملهاش كبير زارع شتواني، رغم ان هم خارجين من تحت ترسنا، لكن انسى مش كده؟ بقول لك يا حاج، احنا ما نقاوحش بقى ونمشي مع الموجه. بص المعرض عامل ازاي؟ بذمتك ده منظر؟ صدقني صدقني لازم نجيب فاترينة محمول نحطها. مش هيحصل يا مدير. طب لا مؤاخذة يا حاج، يعني وانا عارف ان انت ما بترفضليش طلب، يعني حاجة ليا بقى، انا عايز اجيب فاترينة محمول احطها عندك في المعرض. انت بتضحك عليا يا مدير؟ مش هتاخد البضاعة اللي انت واخدها منه تحطها عندي؟ روح قول للواطي ولا بلاش.
الواطي مين يا حاج؟ يعني هيكون من غير. روح اقول له روح لعمك الشرشابي اعتذر له واطلب منه السماح. ماشي، عايز تشغلني مرسال بينك وبينه؟ ماشي، عشان انت حبيبي بس. عطيه بعد عليها في المعرض. لا يا حاج. عطيه مش هيعدي عليك في المعرض يا منديل. وارجوك سيبنا نتصرف زي ما احنا عايزين. ماشي يا حاج. ماشي. مع السلامة. من غير مؤاخذة كده يا حاج، أنا عايز أعرف بس حضرتك مش موافق ليه إن إحنا نشتغل في المحمود؟ ده الشارع كله يا حاج ساب الأجهزة الكهربائية ونقل على المحمود، ده هوجة وهات بتاع الشارع. حلو يا عطية. روح لأنديل ولا وزيزو اشتغل معاهم، هنا لأ. لا يا حاج أنا ما أقصدش الكلام ده، أنا بس بتكلم في المصلحة يعني. مصلحة؟ روح أنت عطية. ماشي يا حاج. ازيك يا عاد يا سناء؟ عايزة كام يا سناء؟ مش عايزة فلوس يا ابا، عايزة رضاك. لو كان يهمك رضايا كنتش عملت اللي عملته. سيبك مني، أنا أمي فوق عيانة ما بتخفش، عيانة من يوم ما طلقتها. طب اطلع بص عليها، دي مستنياك من يوم ما شهور العدة خلصت عشان خاطر يابا. مش لما نكتب عليك انت الاول؟ يابا بقولك امي عيانة. لو كان ينفع كنت تبرد منكم، لكن هعمل ايه؟ لحم لحم وقاعدين على كتافي، لحم وصاب الخطر، هعمل ايه؟ اتبرى منه ما ينفع؟ ربنا يريحني منكم ولا يريحكم مني عشان اخلص. شفت اخوك الفلاح بعت لي ايه؟ صور، صوره مع الهانم بدل ما يبعت لنا فلوس نسدد الدين اللي علينا. تلاقيها هلا هي اللي بعتها عشان تقول لنا يعني ان احنا كنا غلطانين لما رفضنا الجواز. يا بنتي كلمي في التليفون او ابعتي له حتى جواب قولي له يبعت لنا الفلوس حتى لو بالقسط. حاضر يا بابا انا هكلمه، بس انا بقى يعني جايلك النهارده عشان اقولك خبر هيفرحك قوي. انا في خبر واحد بس اللي عايز اسمعه، هو ده اللي يطمنا عليك، نفسي اسمعه. ما هو ده الخبر اللي انا جاي اقوله لك. ايه ده؟ حصل؟ حصل يا بابا، وانا لسه جايه من عند الدكتور وقال لي ده عيبت الشرشابه هتتجنن. بقولك ايه، هو جوزك كان معاكي؟ لا ما كانش معايا، انا هطلع البيت دلوقتي استنيه عشان اقوله. ربنا يسعدك يا بنتي. ادعي لي بقى يا بابا، فاضل لي 9 اشهر ما تبطلش فيهم دعاء. حاضر، بس انا والله طول عمري بدعي لك يا ابني، والله العظيم بدعي لك ان شاء الله هتجيبي الحاج لطفي الصغير. لا لا او تجيبي الشرشابي لحسن يزعل مننا. ربنا هيكرمك ان شاء الله يا بنتي. ان شاء الله يا بابا. يلا مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي، مع السلامه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يا ريت التليفونات مخطوطه. يلا يا سيدي اتفضل، نجي على وصل الامانه وتصوم. عمد على ايه الكروته دي بقى؟ لا يا عم احنا مش لازم يعني ناخد وصل عماله منك بالفلوس اللي احنا سلمناها لك ولا ايه يا بركه؟ ده النصاحه والحلاوه دي، بسم الله ما شاء الله اتغيرنا كده واتنطقنا بقينا فلة. انت مش بتستلم وصل الامانه بتاعك بتاع البضاعه اللي انت سلمت ثمنها؟ اه صحيح. ايوه بس موضوع وصل الامانه والشيك والبصمه دي حاجه كده مش حلوه يعني، انا حاسس ان انا واقف في اسمي يعني بتفايش يا عم ايهاب. وبعدين الحركه دي مش شيك. مش شيك؟ بسم الله ما شاء الله احنا اختلفنا خلاص، قميص هواي وكردانك يا رشا ودلع دلع خلاص، عملنا فلوس بعد العصير والتنشيف والتبليل. ما هو لازم يا باشا، لازم دي لازم تتوجد الثقه ما بين الزبون والبياع. وبعدين انت ما كنتش كده يا عم اياد، ايه اللي حصل لك؟ انتوا اللي غيرتونا بقى. بعدين افتح بقى الراجل عامل لنا مصلحه بناكل منها ايه؟ عليكم وعلى مصلحتنا. هو اللي اتعدى احنا هنا دي وجايين. ماشي يا معلم. امر يا بركه، جبت الخطوط؟ جبت الخطوط وورطت ثمن القديم، بس انا عايز بقى اطلب منك طلب. عايزين نعيد كل حاجه في الدفاتر اول باول عشان نسلم حساباتنا مظبوطه للمحاسب القانوني ونخلص خالص من حوار الضرايب ده. خد 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 هنا تعالى، انت اللي معادك هنا، روح اقف في المحل الجديد. يلا يلا اتكل على الله. خد ياض تعالى اتكل على الله، انت لسه هتجوع. اتكل على الله. انت بتقلشني ليه بس؟ واقف بتكلم معايا يا عم. مش وقت وعندنا شغل مهم بقى عشان نخلص بس كده. يا عم وليد ما تعاملني حلو يا عم، ده احنا واكلين عيش مع بعض. حاضر، المحل الجديد اللي هناك ده شايفه؟
احنا فتحنا محل جديد تخيل. روحوا قصي بقى يلا 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 اتكل على الله اتكل. ماشي بقول لك ايه عايزين نعمل ريفريش للايميل نشوف الناس دي بعتت الايميل ولا لا لان كده اتاخر معايا 3 ايام. شفت بقى شفت بقى ان انا كان معايا حق لما قلت لكم ان الناس القديمه سالكين عن الناس دول ومحترمين في مواعيدهم. ايوه بس كده سعرهم احسن. بقول لك ايه احنا عايزين نسخه ويندوز الشرعيه لان بتوع المصنفات دول ممكن عاملين مشكله. يقول لك كلمت مكتب زيدان الدوري كانوا دلوقتي اخذوا الكمبيوتر بالشغل اللي عليه. ما تقلقش هشوف انا على الموضوع ده. قول لي بس احنا عندنا هنا بضاعه كافي كام يوم؟ 3 ايام. اصل اخوك يا سيدي بقى بياخد نص البضاعه يبيعها نص جمله للست اسمها روان دي. انا كلمته على فكره وقال لي ان هو جاي الليله دي بس انت برده ما قلتليش يعني ايه رايك في شغل زيزو اللي داخل فيه بتاع السياحه والجو اللي هو عايش فيه ده. انا بيني وبينك كده مش مستريح حاسس انها مش نظيفه. لا بس كان شكلها نظيف والله. يا عم انا مش بتكلم على روان انا بتكلم على المصلحه. المصلحه دي شكلها شمال. والله انا اتكلمت مع اخوك وقلت له وجهه نظري ما رضيش يسمعني. اخوك اتغير بشكل واضح وبعدين بقى بيعتبر سبوبه المحمول دي على الهامش. بيني وبينك يا اياد انا خايف على زيزو قوي. الناس اللي هو شغال معاهم دول اللي يخش جواهم بيشيلوه على كفوف الراحه بس طول ما هو قادر يشيل لكن اول ما بيقع محدش هيسامي عليه. خلاص ما هو مجلس الشعب بقى بيعتبر دلوقتي صمام امان عشان يمرروا القوانين اللي هم عايزينها. خليهم يغرقوا البلد. بيني وبينك يا اياد انا ما بقتش احب افكر في الاوضاع دي لاني لما بفكر بتخنق قوي وبخاف على البلد قوي. لا بقول لك ايه خاف على شغلنا الاول. روح على البترين لم القرشين اللي باعوا بيهم عايزين نخلص اللي ورانا. ده انت كده بقى ناوي تشغلني عندك سكرتيره. طب ايه رايك بقى ان سيادتك من النهارده المدير المالي والاداري والتنفيذي للقريه المتواضعه دي؟ يا سلام شوفي لك بقى ايه صوتي يعجبك يبقى مقر اقامه دايما. زيزو ما تعصبنيش انا ماليش اصلا في المنفى ده. شوف لك حد غيري يا اخي. واحنا بنهزر. الله وبعدين انا ما ثقش في حد غير روان يدور القريه دي. يا ريس مين يعرف يدورها غير روان؟ اعتبره وضع مؤقت. خلاص بقى يا روان هانم الباشا حلف. خلاص ايه بس يا زيدان بيه؟ يا ستي كلها اسبوع ونروح نقابل سياده المحافظ نخلص الموضوع اللي احنا بدأناه معاه. اه بالمناسبه يا زيزو انا عايز تاخد بالك كويس جدا من الراجل ده. الراجل ده وعدني انه هيسلك لنا شويه اراضي حلوين ممكن يدينا حته على البحر. ها يعني لازم تاخد بالك كويس جدا فتجمع بقى اكتر عدد من السيوله ممكنه في الفتره قصيره جدا دي عشان لما الاجراءات تبتدي تبقى انت جاهز. والله يا باشا الراجل ده مخلص. كل الوطن يا زيزو. باشا لما الحق موضوع الحزب الوطني اللي حضرتك كان عايزنا نبقى عضو امانته ايه نظامه ده؟ انت فاكرني بهزر. الكارنيه بيجهز ديجا يا زيزو. الكارنيه بيجهز ديجا؟ اه بيخلصوه يعني. يعني ايه يا باشا بيجهز ديجا؟ يعني الكارنيه بيجهز يا زيزو. ما انت كل شويه بص عيبك انك فاكر كل حاجه تيجي بالصدفه وبحسن النيه. لا طبعا ما هو زيدان بايده في كل حاجه. طيب شوف لنا بقى عربيه توصلني المطار. ميرسي يا وانا هانم. It's a pleasure. Thank you. Oh, I'm standing here with Damir Shafs and Abash. طيب يا زيزو. استنى هنا. أنا عايزاك. أنا من سكرتيرة أهلك عشان طورتني الورطة ديت. أنا هاكلها بمزاجي لمدة أسبوع واحد بس. يا بنت افهمي احنا هنبقى شركة في كل حاجة. وأنا عايزك تركزي بقى عشان لما تدوري المصلحة تعوضي على الأقل مصاريفنا. لا يا حبيبي أنا ماليش دعوة خالص بالمكاسب بتاعتك ولا خسايرك. أنت ليك أسبوع عندي تجيلي ومعاك المأذون. ليه؟ ليه عشان نتجوز. نتجوز مين؟ تتجوزني. احنا كده كويسين يا روان. كده 100 زي الفل. من الحق عايزك تبقي جديده شويه مع العمال هنا لحسن ياكلوكي. باي باي على تليفون. ماشي يا زيزو هشوف اخرتها معاك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انت لابسه كده ليه؟ عامله لك مفاجأة. مفاجأة ايه؟ مش هينفع كده وانت واقف. تعالى. انا عايز الحق الشغل. عايز الحق انام شوية. انت لسه جاي من الشغل هتنزل تاني؟ انت عارفة مواعيدنا مش جديدة يعني. تليفوني يجيبني وتليفوني يوديني. ايوه بس انا مش هقدر اقول لك المفاجأة وانت مكشر كده. اتفضلي في ايه؟ الخبر اللي نفسك تسمعه من زمان. لا هو خمن كده ايه اكتر حاجه نفسك اقولها لك من اول ما اتجوزنا. اكتشفتي؟ انا حامل. حامل؟ ايوه مالك اتخضيت كده ليه؟
حامل يعني لازم تجهز نفسك بقى ان هيبقى في زن كتير في البيت وهيبقى في دوشه وهيبقى في كل ربع ساعه غيار و... ها يعني ما ينفعش التكشيره دي تفضل موجوده على طول. ايه يا عاصم مالك شكلك يعني مش مبسوط؟ لا لا ايه انت عامل كده ليه؟ تمام انا تمام يعني لا ابتسمت ولا فرحت ولا حسيت حتى ان انت يعني مش عارفه وانا عامله بقى في نفسي العمايل ولابسه وعامله لك مفاجاه يعني ورحت مديني الوش الغريب ده. لبنى مبروك يا حبيبتي. الف مبروك. الله يبارك فيكي. تعالي بقى شوفي ابنك اللي قاعد لي مبوز فوق ده. مبوز ده احلى خبر يسمعه راجل متجوز في حياته. تلاقيه بيتدلع عليه. شفتي اهو متنح كده من اول ما قلت له. كلهم بيتنحوا كده لما بيسمعوا الخبر ده. امال هتعمل ايه لما يشرف يا ابو العيال ويديك بالشلوت وياخد حضن امه وحبيبته. شوفي بقى يا ست الستات، انا كلمت لكم مفتوح علشان تيجي تقعد معاكي هنا ابتداء من بكره. مين مفتوح دي؟ دي اللي هتعمل كل شغل البيت وانت بقى تقعدي قدام التلفزيون تاكلي وتشربي لحد ما تقومي بالسلام. مش للدرجات دي يعني الحركه برك. يا عم ما تروق بقى وقول لمراتك مبروك. ما كنتش عايزه كلمني. ما كنتش عايزه. انا هقوم انام. سيبك منه، هاتي انت بس نص دسته وسيبيهم عندي اربيهم. انا في ديك الساعه لما اشيل ولاد عاصم. بصي بقى يا لبنى يا حبيبتي، انا عايزاك من هنا ورايح تعرفي ان انت بتاكلي النفرين، يعني لازم تتغذي كويس. تشيلي حاجه تقيله؟ لا. تتشعبطي ولا تقعي ولا تقومي تجيبي حاجه عاليه؟ برضو لا. وعايزاك يا حبيبتي بقى حكايه الشغل دي تنسيها خالص لحد ما تولدي وتقومي بالسلام. اتفقنا يا ام عمر؟ حلو اسم عمر. امال ده اسم جده، عمر عاصم عمر الشرشابي. بتعملي ايه يا بنتي يا اشجان؟ مفيش حاجه، ما تخيل الهدمتين غسلتهم وهنشرهم عشان ينشفوا لحد الصبح. ان شاء الله عنهم ما اتنشروا ولا اتغسلوا من الاصل. انت يا بنت مش خايفه؟ ده انت على اخرك القرن يطش. قرنيه يطش يا مرت خال؟ لا مفيش حاجه. هاتي 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 بس هاتي انشرهم انا وخش نام وتدي ضهرك كده. ده ايه اللي بيجي زي الفطيره ده من النوم؟ هاتي يا مرت خالي وشوفي مين اللي على الباب. يلا الله يفتح عليكي. الحمد لله على سلامتك يا ابني. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا امه. الله يسلمك. ايه الغيبه الطويله دي؟ الله انت عايزين نازل جنب كده على طول يا امه. وليد هنا ولا بره؟ وليد اخويا قاعد على الترترليت ده. على ايه؟ الترترليت اللي جوه ده. يا امه اسمه الانترنت. الانترنت يا اخويا الانترنت. الانترنت فين يا امه؟ اه صممت تغسل النهارده وهي على اخر وهي في البلكونه بتنشر الغسيل يا امه. والله قلت لها لا انشره انا. طب شوفي زوري ابنك. تعيش من جيبي يا ابني. ليه بس يا اخويا ده كتير. اه يا انا يا انا من اللي احبه يا انا الناس تنام الليل وانا سهرانه عندي جنينه تطرح الورق الاخضر طرحت بشايل وانت جاي بتتمخطر انا جاي عندك اشبكك يا الاسمر شبك الغرام والقلب ولع يا انا. اه يا انا يا انا فزعتني. ايه شفت عفريت يعني؟ لا ازاي انت زي القمر منور كمان. وحشتيني. انت كمان وحشتني. بجد؟ جد. وحشتك قوي يعني؟ قوي. طب ما تجيبي حضن بقى. كل خلقات ميه هبهدل لك البدله. فداكي 1500 بدله يا غاليه يا ام الغالي. جد يا عبد العزيز ولدي غالي عندك؟ لا امال ايه؟ هو يعني ولدك لوحدك؟ ولد انا كمان. يلا بقى الجدعاني عشان تخلفي لنا واد كده شبهك. لا انا عايزه شبهك انت. اخس
بقى معقول يسيب الحلاوه دي كلها ويطلع شبه انا؟ ده يبقى واد خايب. عموما نسأل صاحب الشقه. اساله. واد يا عبد الرحيم، عايز تطلع شبه مين يا واد؟ مين؟ يا نهار ابيض، ده بقول شبه امي. الواد ده مجنون ولا ايه؟ حقك عليا، حقك عليا يا اشجان. ليه بتقول كده؟ حاسس اني عرفت قيمتك متاخر، متاخر قوي كمان. لا ما تتغرش في نفسك قوي كده، انت كمان بتموتي فيا. ابص يعني هتتجنني كده عليا. وليه؟ وايه كمان؟ قديمه. تيجي انا دوايا في ايدك يا سناء، وانت دواكي في ايد بخيل لا راضي يرحمك ولا صعبان علي حالك. معلش يما، بس وحياتك عندي ما هسيبه غير لما يركع على رجلي ويطلب مني السماح يما. ما حصلتش قبل كده عشان اصدقك يا سناء. يا بنتي كل حاجه في الدنيا ممكن تيجي بالخناق، الا الجواز لازم يجي بالاتفاق. هنقول ايه؟ ربنا يصلح الحال ويقرب البعيد يا رب. نامي يما، نامي وارتاحي، واذا كان على دواكي حدويكي وحتقومي بالسلامه ان شاء الله. يا رب. ليه ياض؟ مش قدها ولا منشبهش؟ ازاي بقى، ده انت قدها ونص. بس امك مش هترضى تسيب الشقه دي مهما عملت. لا ما احنا هنقول لها ان احنا نسيب الشقه كده، متحف مزار سياحي في قلب المنطقه. يعني انت خلاص خلصت في الشقه الثانيه دي اشتريتها؟ خلصت وفرشت كمان. ايه ده ايه ده، وانا اخر من يعلم؟ ده انت اول من يعلم. انا جاي اقول لك اهو، ده انت ليك اوضه وامك ليها اوضه وانا واشجان لينا اوضه، ده غير شيبسن بقى حاجه تشرح. يا عيني. بقول لك يا زيزو، انت خلاص قررت تعيش مع اشجان؟ يعني صرفت نظر عن موضوع الجواز ده ولا ايه؟ طب انا بقى هرضى ذمتك، انا لو لفيت الدنيا دي كلها انا اجدع واحن من اشجان. بصراحه استحاله. طيب اديك قلتها. قول لي انت بقى عملت ايه مع البنت يالا اللي انت شورت لي عليها في البنك؟ هي اسمها ايه من الحق؟ نسمة. يا عيني عليك يا ابو الانسام، ظبطت نفسك معاها ولا عشق الجسد فاني؟ ازاي بس، ده حتى المثل بيقول ما شابه اخاه. انا اتكلمت معاها في كل حاجه وهي فتحت امها، بس احنا يعني مأجلين الموضوع شوية عشان هي لسه في سنة أولى وبتدرس. وماله؟ ما تخلص وتاخد شهادتها وهي في بيتك. متقلقش عليا، بس قول لي أنت بقى عامل إيه في شغلك؟ عشان أنا بصراحة قلقان عليك. لا لا سيبك أنت من شغل وخليك في نفسك وبس. بقول لك إيه بقى؟ ما تسيبك من دور الأبوة اللي أنت عايش فيه ده. إيه مش لايق عليا يا ياض؟ إزاي بس، ده لايق ونص. كفاية إن أنت مكفينا، خلينا مش عايزين أي حاجة. بس أنا بصراحة بقى قلقان عليك من الجماعه بتوع الحزب دول. ومالهم بقى بتوع الحزب؟ ما ناس زي الفل ومموتين روحهم عشان يخدموا البلد دي. ده حتى انا اكتشفت ان الدوري باشا عامل كارنيه كده في حاجه اسمها امانه التنظيم. مش في كده برضو؟ ده في كده واوسخ من كده كمان. انت بتقول ايه يا نعم؟ يعني ايه سنه مش لاقياها؟ يعني هتبقى راحت فين؟ طب فين؟ ايوه يا كريم، سناء ما جاتش عندك؟ ما جاتش. انت مال اهلك؟ ما جاتش وخلاص، مع السلامه. عاصم اختك مش لاقينا في اي حد، اسال عليها في اي مكان يا حبيبي، شارع بتاع، في اي مكان، في المستشفيات، في الانسان، ابوس رجلك. عطيه
اعمل حاجه ومر صعب كده. شوف المحلات اللي حوالينا تكون ستك سناء في محل منهم ولا بتاع لو شفتها تعلم ده. حاضر يا حاج عناي. الله يخرب بيت سنينك. انا بس مش فاهم مين اللي عبلك في دماغك دي. التصريحات الفشنك بتاعت رجاله الحزب عن معدلات التنميه الاقتصاديه اللي كلها كذب في كذب هي اللي لعبت في دماغي وفي دماغ الناس كلها يا عم زيزو. يعني بتاع الحديد ولا بتاع السيراميك التاني ده لما يجي يحط 100 مليون ويجي اخر السنه ياخدهم 107 مليون بقى معدل التنميه الاقتصاديه 7%. تمام مظبوط، بس ده معدل التنميه للمنتفعين. الشعب ما بيستفدش اي حاجه من الكلام ده. الشعب كل يوم بيجوع اكتر والعيشه بتغلى عليه اكتر واكتر. وانت مالك ومالهم يا حمار انت؟ يا دي انت خلاص بقيت بيه باشا. وبعدين الناس دي بقى انت مش عارفهم، الناس دي هم اللي حامين البلد. وانا عشان بقيت بيه باشا انسى الناس وانسى اصلي؟ وبعدين معلش الناس دي حامين البلد في ايه؟ حامينها من الحراميه، من المتطرفين، من الناس اللي عايزه تخربها وتجيبها على الارض. من الحراميه؟ اذا كان هم اللي واكلينها ولا ده انت عارف ومتاكد ان الناس دي كلها مشبوهين والحزب بتاعهم ده مجرد وكر، وكر بيتقابلوا فيه عشان يخططوا ويتكتكوا هيسرقوا الشعب ازاي ويخلوا خير البلد ازاي. ولا بس يلا مش عايز اسمع الكلام الخايب ده. عشان انت متاكد من الكلام ده وعايشه وعلى يدك. زيزان الدوري اللي هو نائب المنطقه بتاعنا ده بقى نائب المنطقه الابدي، كان المنطقه كلها ما فيهاش راجل تاني غير زيزان الدوري، مع ان انت عارف ومتاكد ان كل تسهيلاته وتشيلاته شمال، يعني ابجني تجدني. التسهيلات والتشيلات الشمال دي يا حبيبي هي اللي عملتك بني ادم، هي اللي شغلتك في بنك قد الدنيا واصحابك لسه قاعدين على القهاوي. وانا بقى مستعد اسيب الوظيفه دي من بكره ما دام جاي من السكه الشمال دي. جرى يا زيزو هو اللي مش لاقي هيموت من الجوع ولا ايه؟ اسمع بقى يا وليد، انا من الصبح مديلك وداني عايز اعرف ايه اللي جواك، لكن لو وصلت لكده لا. ايه عايز ترجع للفقر والذل تاني؟ يبقى انت ما فهمتش كلام يا زيزو. الناس بقى الناس مش لاقيه تاكل، البلد غرقانه في بركه فساد والغلابه. اوه ده اتلحنها لي. الغلابه ليهم ربنا يا اخويا، والناس دي بقى كل يوم بتعمل حاجات عشان حاسه بالغلابه. عايز تحس بيهم انزل اشحط معاهم، بس ده بقى كلام تاني. انت اللي بتقول الكلام ده يا زيزو، ده انت اكتر واحد ما ينفعش تقول الكلام ده عشان انت ذقت وعشت عشت الغلابه. قوم يلا قوم افتح الباب، قوم افتح الباب. ماشي هفتح الباب بس هرجع اتكلم معاك. هو فين؟ انت ايه ده؟ هو انا في وشك كده ليه؟ عايزه منك ايه يا زيزو؟ مالكش دعوه انت يا وليد، خش اوضه. مش هيروح في حته ومش هيدخل في حته. هيقف هنا لغايه لما يتفرج على اخوه الكبير بيعمل ايه في الناس. مش وقت الكلام ده يا سناء ولا مكانه. لا وحياه امك، ما بقتش اكل في الاوانطه دي. انا اديتك مهله اسبوع، رميت لي ورا ظهرك ست شهور، ست شهور ما فكرتش فيا. اخوك اتجوزني عرفي ولما ابويا مسكنا هرب ونسي الفضيحه بتاعته. صحيح الكلام اللي بتقوله ده يا عبد العزيز؟ قلت لك خش جوه يا وليد، خش اوضتك. عايزة ايه يا سناء؟ هقتلك وهقتل نفسي عشان ارتاح. ايه الهبل اللي انت بتعمليه ده؟ شيل البتاع ده احسن لك. ما بقاش عندي حاجة خايفة عليها ولا حاجة عايشة عشانها. عايزة تموتيني؟ اضربي اضربي. بحبك بحبك اكتر من نفسي، بس انت جبان وندل. الحقني يا عبد العزيز، عبد العزيز امسكي نفسك يا اختي، امسكي نفسك. بالله بتولد يا ابني، بالله بتولد. طب يلا يلا على المستشفى بسرعة بسرعة يا ابني. أنا طول يا أما. أشجاني يا حبيبتي رد عليا يا دنايا. رد عليا ايه ده بقى؟ مش كده بقى، مش كده. ان شاء الله هتقوم بالسلامة. احمد ربنا انها جابت لك ابنها. احمد ربنا انها جابت لك. يا ابني اهدي روحك، ساعات بيحصل كده عشان بكري. وكمان جايبينها والعيل بينزل، وكمان اكتشفنا ان عندها مشاكل في الرحم، وزي ما عرفنا دي اول ولاده ليها، وبعدين سنها مش صغير. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني ايه الكلام؟ لو كنت جيتوا بدري كنا مشيناها قيصري، لكن اديها ولدت وربنا معاها.
هي نزفت كتير ونقلنا لها دم. هي نزفت كتير كنا بنفكر نشيل لها الرحم عشان في دلايف كتير. لكن نصبر لحد ما تقوم بالسلامه ونعمل لها الحزن. تقوم بالسلامه ونعمل. طب ما توحد لك كده بقى وتيجي معايا نروح نشوفها ونطمن عليها. اهدى بس يا سعاص. اروح ادور عليك في مستشفيات في اسامي البوليس. ربنا يسوقها يا رب وتيجي بالسلامه. ايه يا سعاص؟ يا سامي انت فين؟ حرام عليك. مال ست سناء؟ ست سناء مالها؟ اطلبي اسعاف. اطلبي اسعاف يا اخواننا. السلامة. إن شاء الله تسلم. عبد الرحيم جه يا أم عبد الرحيم. هو فين؟ عايز أحضنه وأرضى. هو في الحضانة. ساعتين بس وإن شاء الله يجيبهولك. إيه الحضانة دي؟ وفي حد هيحضنه ويحن عليه كدي؟ أرضك معايا يا عبد العزيز. طب وذمتك هو في أحلى من كده وأرضى؟ طول عمري حاسه اني هموت صغير، بس انا مش زعلانه. دي الدقيقه في حضنك وتطله في عينيك تساوي عمري بحاله. هو ده بقى الكلام اللي يزعل. شايفه معلقه لك دم قد ايه؟ نقلنا لك دم لحد ما قلت يا كفا، عشان انت حماره وما عندكيش دم وبتقولي كلام يضايق. هتقولي ولادي عبد الرحيم. شوية هجبهولك، هترضعي وتربيه وتعلمي وتدخلي الجامعة وهتجوزيه كمان، ايه رأيك بقى؟ خلي بالك منه وحطه في عينيك. مش عايز اسمع الكلام ده. قلت العزيز عايز اطلب منك طلب بس، وحياة عبد الرحيم ما تكسفني. بعد ما جبتي الواد اطلب ان شاء الله روحي. تسلم روحك وتعيش يا حبيب. والله ده انت عوضتني عن العمر وهمه. شفت الدنيا في عينيك ومعاك جبت الولد ودكت الحب وحالاته وكلت الشهد من ايديك. عارف اني عشقتك ولا لا يا ولد خالي؟ ليه دي الحياة جاية حلوة قدامك؟ ممكن أطلب الطلب. اطلع بر سيبني الوحد. بعد دقيقتين تعال طل علي. مش هسيبك ولا دقيقة. أنا جنبك هنا وهطل عليك كل لحظة، فاهمة؟ لك الشكر. كتبت لي عيشة جنب اللي حبيته وعطتني فضل أكتر من اللي حلمت بيه بكتير. بس وحياة حبيبك النبي، لو إنهم زي الموت عايزاك تكتب لي إني أشوف الأحلام الأخضرة. وأنا ما طلباش كتير، نفسي كل يوم أشوف عبد العزيز وحبيبي عبد الرحيم. أشجان انتي ايه؟ انتي تعبانة أجيب لك الدكتور؟ انت طبيبي وانت حبيبي وانت بولد عبد الرحيم.
بس قرب ودنك، نفسي اقول لك كلمه واحده كنت بكسف اقولها لك طول عمري. وأنا كمان بحبك يا شجاعي، والله العظيم بحبك وبندم على كل لحظة ما حسيتش بيك فيها. بحبك يا شجاعي. أشجان، أمي، أشجان، ولدي الجاي، عبد الرحيم جاي، عبد الرحيم جاي يا أشجان. رد علي يا ابو سيدي. سنه ضاعت يا حاج. تقوليش كده يا حاجة، هتبقى كويسه ان شاء الله. هو الدكتور قال لك ايه يا بنتي؟ طب ما تردي، ساكته ليه؟ طب ممكن نتكلم بره؟ سامحيني يا سناء، ظلمتك كتير يا بنتي وجيت عليكي كتير قوي. يعني ايه بقى الكلام اللي الدكتور ده قاله؟ يعني عندها انهيار عصبي، هي غلطت اه، لكن الضغط اللي تعرضت له كان كبير قوي عليها كسرها. طب يعني مش هترجع تاني زي الاول؟ يا بنتي ده نايمه مش حاسه باي حاجه. هي الدواء اللي بتاخده ده هيخليها تنام كتير، وانا هبقى معاها ما تقلقش. يعني التشخيص اللي قاله الدكتور ده لو في خطوره على حياتها هنوديها مستشفى نفسي. ايه؟ نفسي؟ بنتي مش مجنونة يا عاصم، بنتي مش مجنونة، بنتها تتعالج وهي هنا في بيتي. ان شاء الله بيع كل اللي ورايا واللي قدامي، ان شاء الله بيع بيتي كله. هتخف ان شاء الله. طب واللي حصل لها ده من ايه يعني يا لبنى؟ السناء راحت لزيزو امبارح. تاني؟ عمل لها ايه تاني؟ اتفضل يا عبد. الصبر يا عم منك ليه؟ الصبر وقلنا يا حلو الملامح منك ليه؟ دي فلوس ناس، وبعدين راجل في شده زي ما انتوا شايفين، ودي امانه في رقبتي. رايك يا اياد يعني مين هيقف جنبه غيرنا؟ الله يكون في عونه والله. احنا واجب رجاله يعني واجب نروح نعزيه في البلد قدام قرايبه ولا ايه؟ ها؟ ايه؟ طب اه انت ما تعرفش العنوان يا عم اياد؟ والله علم علمك يا عم علي، عموما انا هخلص وهكلمه واشوف هو ناوي على ايه. علي امر يا بركه، ده وصل الامانه بتاعك، راجعه كويس وقطعه قدامي دلوقتي. فلوسك يا بيه. خلص يا عم علي. فلوس يا شبر. يا جدع ما تفوق لنفسك. فلوس يا شبر. جدع انت اول مره تشوفنا ولا ايه يا جدع؟ ما تطلع فلوسك. يلا يا شاطر منك ليه؟ صباح الفل. لحظه لما عاد. قطع فلوسك يا عم بكر. اتفضل يا عبد. 25000 جنيه. بقول لك ام الوليد فين يعني؟ المفروض ان احنا نسال عليه ونطمن يعني، ما تسيبوش لوحده. هخلص وعدهم يا عم. ما قلنا وليد في المستشفى مع الحاجه بيشوف عبد الرحيم في الحضانه بقى. ما شاء الله كبر بسرعه. الو. ايوه مين حضرتك؟ روان. روان مين؟ روان يا جدع، يا جدع روان اللي مشاركه زيزو يا جدع. ايوه ايوه يا هاني. ايوه يا هاني، اهلا وسهلا بحضرتك. اه اهلا وسهلا، اي خدمه؟ لا هو عبد العزيز بيه في الصعيد في البلد. لا هو للاسف المكالمه مش هتوصله هناك لان الشبكه مش كويسه. اه لا هو البقاء لله في ظرف يعني. اه المدام اتوفت. نعم بقول لك يا هانم، المدام اتوفت وهي بتولد فراح يدفنها في الصعيد. طب حضرتك في تحب رساله اوصلها له او في حاجه اقول؟ خرب اسود يا خرب اسود يا جدع، افهم بقى. ما كانتش تعرف ان هو متجوز؟ ما كانتش تعرف يا اخي. بس شكلي عكيت رسمي.
طب عكس فلوسه وبتسيدي واديني الوصل. قطع قطع قطع، ده انتوا بوسكوا فقر. سلام عليكم. يلا انت عكيت، اتكل على الله واحنا هنعد الفلوس مكانك. اتكل على الله يا جدع. اتكل على الله. يلا يلا. طب هات الوصل يا عم. خد يا عم الوصل بتاعك، اتكل على الله. وانا كمان اديني الوصل بتاعك. اتفضل يلا. اوكي استنى بقى. سلام عليكم. اهلا يا حاج لطفي. يا رب يا سيدي. خطوه عزيزه. الله يخليك. ازيك يا بابا؟ اهلا يا حبيبتي. تسلم. هي سناء صاحب، انت ممكن تدخل لها. لا انا هنقعد هنا شويه. لا ادخل لها، ادخل لها يا حاج لطفي. ايه يمكن برتك تحل عليها يا عبد لطفي؟ برتك تحل عليها واللي بعرفتش اعمله اللي بتعمله. من هنا يا بابا اتفضل. اتفضل 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 يا بابا. اتفضل. يا رب يا ساتر. اتفضل. لا مؤاخذة يا حبيبي، مش قادرة اقوم اسلم. لا 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 خليكي مرتاحة، خليكي مرتاحة. ايه يا ست العرايس؟ انا ما صدقتش لما الحاج قال لي. ايه زي ما انت شايف يا حاج. ان شاء الله هتقوم بالسلامه وتعدي عليا في المكتبه تقعد تشغلني وتضحكني زي عوايدها. ما هو ده اللي حاسس في نفسي يا لطفي اخويا. فين ضحكتها اللي كانت ماليه الدنيا؟ فين ضحكتها اللي كانت بتملى اي مكان تخش فيه؟ وشها اللي كانت زي البدر المنور. صل على النبي يا حاج، ست العرايس هتبقى كويسه ان شاء الله. ربنا يسمع مني. اريها يا لطفي، اريها. ان شاء الله ان شاء الله تبقى كويسه ان شاء الله. اطمن يا رب. اعوذ بكلمه الله التامات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب. اعملي قهوه لابوك يا لبنى. لا 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 مش هقدر اشرب قهوه، لسه شاربها في العزاء. عزاء مين؟ مرات عبد العزيز. ايه هو زيزو كان متجوز؟ اهو لما سنة راحت علشان تقتل عبد العزيز عرفت ان اشجان مراته وعرفت انها كانت حامل. لا اله الا الله، حكمتك يا رب حكمتك. خلفت له الولد وماتت في المستشفى. طب سترك يا رب. بابا ما تيجي نقعد بره كده ونسيب سناء ترتاح. حاضر يا بس. وانا هبقى اديها وضعها. يلا شدها لك الحلو. ها جوز ازاي؟ صعب عليك يا بنتي صعب. يعني صعب عليك يا بنتي مش بتاع فوقي فوقي يا سناء فوقي يا بنتي. ايوه يا زيزو. ايوه حبيبي. ايه نذبح 3 عجول؟ طيب حاضر حاضر. النهارده النهارده. ايوه طيب حاضر حاضر مفيش مشكله. حاضر. ايه لا هنلحق هنلحق ان شاء الله مفيش مشكله. بقول لك ايه، سيبك من ده كله، طمني عليك انت كويس. طب الحمد لله. جاي النهارده؟ طيب ماشي، خد بالك من نفسك، طريق السلامه. لا مفيش مشكلة، أنا عارف إن الشبكة عندك مش كويسة، أنا هبلغ وليد بكل حاجة، هبلغه بالمطلوب. طب يا حبيبي، بس أنت كده رايح صد رد يا حبيبي. طيب تيجي بالسلامة. يلا تيجي بالسلامة، سلامة يا حبيبي، خد بالك من نفسك، سلام. صد رد؟ صد رد؟ يعني زيزو صد رد؟ أيوة صد رد. في إيه؟ صد رد ما شاء الله، ده الوحيد اللي بيعملها زيزو ده، مبروك. يعني الناس كلها تروح صد وترجع رد ولا إيه؟ ما شاء الله عليه. هو زيزو صاحب معجزات، خلاص؟ اخلص بقى. اسمع يا شبرو، زي ما سمعت كده الراجل عايز يذبح، عايزك تطلع على الحاج عطله الجزار توصيه على 3 عجول كبار، تقف على ايده ويذبحهم عنده في المحل، وكل كيس 2 كيلو، تقف على الحاجه زنهار عينك عليها. فاهم ولا مش فاهم؟ روح وقول له الحساب عند زيزو. يلا مش انت عايز رايي؟ 3 عجول كتير قوي، انا من رايي انه 3 بس كفايه. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا مثبت العالي في الدماغ يا رب. بقول لك ايه، صاحب المال عايز كده ولازم ننفذ، اتكل على الله. بقول لك انده لي بكر، انده لي بكر. يلا يلا اتكل على الله. عايز نصيحتي يا استاذ اياد، اللي بيحصل ده لا بيرجع القديم ولا هيصح الميت ولا هيحصل اي حاجه ولا صد رد ولا اي حاجه خالص.
يا اخي خلي عندك دم، خلي عندك دم. الراجل عايزنا نعمل كده لو احنا ما وقفناش جنبه، مين اللي هيقف جنبه؟ حرام عليك بقى. وبعدين عبد الرحيم ابنه في الحضانه، الراجل عايز يعمل كده عقيقه عشان ابنه، ربنا يقوم بالسلامه. هيعمل عشان ايه؟ عقيقه. لا اله الا الله، دول بيفهموا ايه دول؟ ماشي يا بركه، اتكل على الله. انده لي بكر، انده لي بكر. لا مفيش فلوس، اتكل على انده لي بكر. يلا عايزين نعمل فراشه. الو، ايوه يا وليد، ازيك يا اخويا؟ عامل ايه؟ البقاء لله ونعم بالله يا حبيبي، ونعم بالله. انت فين؟ وجبت المطلوب؟ طب تمام تمام. طب بقولك ايه دلوقتي، زيزو اخوك كلمني. لا هو للاسف بس الشبكه معكسه فمعرفش يكلمك. هو جاي كمان ساعتين. بس اسمع، هو جاي معاه الحاجه رتيبه ام المرحومه. هو هيطلع بس على مشوار من بره بره، فانت هتقابله في حته هو هيقولك عليها. عشان بس تاخدها تشوف عبد الرحيم، ربنا يقومه بالسلامه يا رب ان شاء الله. يا حبيبي. بس اسمع بقول لك ايه، انت هتجيب اكل الحاجه وتسيبها وتيجي تقف معانا في الصوان، احنا عاملين صوان قدام المحل. ماشي تمام. طيب يا حبيبي، يلا بالسلامه. بالسلامه. يا رفض يا اسمع دلوقتي، عايزك تروح بتاع الفراشه، جيب كل الفراشه اللي عنده، عايزين نعمل سواني يسد الشارع كله. خلاص صد رد في السريع. يلا صد رد. يعني ايه صد رد دي؟ صد رد يعني صد رد يا اسطى. صد رد، صد رد يعني ايه؟ يعني صد رد يا اسطى. يا رب يا مثبت العقل في الدماغ. يعني ايه صد رد يا عبد؟ يا عم يعني صد رد. خلص. المهم عايزك تطلع دلوقتي تروح تجيب بتاع الفراشه، ويجيب كراسي متنجده وسجاجيد نظيفه، يجيب فراشه جديده. اتفضل يا بيه، يلا بالسلامه. بس يا عبد، بس انت دبع على اسطوانات المحلات عشان لما اجي اعلق ما اعملش عوا مع حد. صد رد. ها يلا يلا. ايه يا عم انت قاعده هنا ليه يا عم؟ مش قاعده في الاوضه ليه؟ مستنيه كده نايه. اصل الممرضه استعجلتني في الحاجات اللي روحت تجيبها. اهم حاجه جبت اللبن اللي قال عليه الدكتور. جبته وجبت البابونه وجبت كل حاجه مكتوبه في الروشته. طيب يا حبيبي. طيب تسلم يا بابا. اهم حاجه طمنيني، عبد الرحيم كويس؟ الحمد لله، الممرضه والدكاتره طمنوني يا ابني. اي حاجه جبت حاجات؟ ايوه يا اختي. وحياه عينيك ابص عليه بص معانا يا ربنا يخليك. معلش يا امي انا اسفه، مامته بس خش تودعه وتخرج تاني. انا اسفه والله. امه راحت راحت وكان نفسها تحضن وتردعه مرة يا دنايا. كنا بتاخدي بالك منه، ربنا يخليك. فعلا ربنا يخليك حبيبتي. خلاص بقى يا أما، أمه راحت وسابتهولك أمانة في رقبتك، البركة فيك أنت بقى، تربيه وتكبريه زي ما كنت بتعملي معاها بالظبط. إن شاء الله حبيبتي. كلي بقى كده لقمه واشربي لك بقى عصير عشان انت ما اكلتيش حاجه من امبارح. مش قادره يا دنيا والله ما قادره يا ابني. معلش ماما عشان خاطر انت على لحم وسطك من امبارح. مش قادره يا دنيا، مش قادره مش قادره. على فكره اياد صاحب زيزو كلمني وانا جاي، قال ان زيزو والحاجه رتيبه جايين في الطريق، اول ما يخش القاهره هروح اجيبهم بالعربيه على هنا. يجوا بالسلامه ان شاء الله. عيني عليك يا ابني، طول عمرك وانت شايل الهم. لما فرحت يوم فرحتش يوم يا دنيا. بقى يا امه خلاص اهو ان شاء الله باذن الله ربنا يعوضه بالخير ان شاء الله في ابني. على فكره زيزو قمر يتعمل لها عزا كبير قوي في شارع ابو عزيز. تستاهل، تستاهل الدنيا كلها تبكي عليها. كنت طيبه وبنت حلال عمرها ما غلطت فيها يا ابني. انا اللي كنت قاسيه عليها. سامحيني سامحيني يا اشجار. يا رب اجعل مثواها الجنه يا رب. سامحيني يا بنتي سامحيني. احلى مسا وابدع سلام لمعلمين وعظماء شارع عبد العزيز. شكرا يا نصر. الله يحفظك. تسلم ايدك. ايه بقى؟ هتفضل قاعد قدامي كده ساكت؟ تعبان قوي والحزن ماليني. حزن ايه كفلا الشر؟ انت بقى دلوقتي لا بتسال واعطيني ظهرك والسوق واخدك واخدني وخالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. خالتي وخالتك ايه بس والكلام اللي انت قاعد تقوله ده؟ اقول لك حاجه، اهدى كده بس بالله واتكلم. عارف انت لو اتكلمت هترتاح. البت سناء مالت يا قنديل؟ سناء مالها كفالة الشر؟ شوفها دلوقتي تلاقيها واحده تانيه خالص، اتسخطت كده
وما عدتش اعرفها. واحنا قاعدين نعمل ايه؟ ما نروح نجيب اجدع دكاتره في البلد. ما انا جبت لها الدكتور واداها الدواء، ولا احنا لسه بنطلب الشفاء من المولى. سناء، لا اله الا الله، دي كانت بنت نكته والشاه بيضحك على طول. منه لله اللي كان السبب في ده كله. طب ما تتكلم، ما تقعدش تنقطني بالكلام. السلام عليكم يا حاج. انت خرجت من السجن امتى؟ النهارده الصبح معاك. يا ده ايه الحلاوه دي؟ خرجت من الصبح يا راجل يا عظيم، يا اللي ما انتش حرامي، يا نضيف يا جدع. استنى استنى، ما تتكلمش بالراحه شويه يا الحاج. ها، على ما تهدم اللومه بتاعت السجن والبرش اللي قطع في جسمك. طب ايه المقابله دي بقى يا حجاج؟ مقابله ايه صحيح؟ عطية عاملين يا حاج؟ ابعت هات لنا مزيكة حسب الله عشان تقابل البيت. ليه كده؟ ليه كده يا حاج؟ احنا كان في بينا عيش وملح. امال مالكش هنا لا عيش ولا ملح؟ واضح. انا ليه مراتي يا حاج. مراتك؟ اخرس يا قليل الادب، مراتك خلاص بخ. يا حاج بالراحة شوية، الراجل ما غلطش بيقول لك مراتي. ما انا بقول لك انت كمان اسمع زي مراته بخ. خلاص اتكل على الله يالا، اتكل على الله. وماله وماله بتهددني يالا؟ سلام عليك. امشي. عندي اقتراح، يعني مش عارفه هتوافق عليه ولا لا. اقتراح ايه؟ بخصوص العلاج بتاع سناء. تعرفي حاجه عن حالتها مخبيها علينا ولا ايه؟ لا لا خالص، حالتها زي ما انا قلت لك، بس في تفاصيل كده ممكن تساعدنا اكتر في علاجها. عامل اللي انت شايفاه صح، محدش فينا بيفهم حاجه في حالتها. ربنا يجعل شفاها على ايديك وعلى ايدك انت كمان. ازاي يعني؟ اه يعني انا بس عايزاك تهدى كده شويه وانا بكلمك، عشان حاسه ان انت متوتر قوي. خش في الموضوع. سيزو ماله زفت. خلاص يا عاصم، لما تبقى رايق كده نبقى نتكلم. أنا زي الفل. عايزة تقولي إيه؟ خلاص يا ستي خلصي. أحلفك عشان تتكلمي؟ ما هو بص، أنا بكلمك إزاي وأنت بتكلمني إزاي؟ كنا بنتكلم عن زفت. إيه علاقته في علاج سناء؟ روح عزي. عم يا أختي، ما أنت لو رحت عزيته هو هيحس بالذنب عشان اللي عمله مع سناء، وهيحس برضو إن أنت ما عندكش أزمة إن هو يجي يطلبها منك. ايه يا عاصم؟ الكلام ده انا مش هضمه. تصدق ان انا اللي غلطانه ان انا اصلا شايل همها وانت لا؟ عايزه اروح اتمحلس له قالوا. انا ما قلتش تعمل كده. افرضي عملت كده بقى وهو طلع واطي زي ما انا عارف. زيزو مش هيعمل كده عشان انا عارفه كويس. اه انت عارفه كويس وسناء عارفه كويس، واضح ان انا الوحيد اللي مش عارفه. انت عايز توصل لايه؟ ما دام ما درستش كيمياء عشان اعرف سي زفت بتاعك ده زي ما انت عارفاه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ حاسب على كلامك معايا يا عاصم. ما هو يا محترمه يا بنت الناس، أنا شريكي لأن كان عندي أمل إنك تبقي زوجة وأم أصيلة، وإلا كنت عملت حاجات كتير قوي. زي إيه بقى؟ ما تستعجليش على اللي هعمله، عشان اللي هعمله هيزعلك. مصدق نفسي. ودول يطلعوا كام؟ 65,000 يا معلم. اه، هم دول اللي سرقتهم من الشرشبي؟ سرقتهم ايه؟ فلوسي، فلوسي يا معلم، حطيت القرش على القرش والجنيه على الجنيه، وانت بقى يا سيدي العارفين. اه، فلوسك، فلوسك ايه يا ابو فلوس؟ من التجاره ولا من السمسره؟
ولا ديلك اللي كان بيلعب وقطعه لك المعلم؟ الله 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 الله، ليه كده بس يا حاج؟ ده انا جاي استنجد بيك عشان تجيب لي حقي. بقول لي يا كبير، ولو الكبير قال لك مالكش حاجه هتعمل ايه؟ فلوسي هاخدها يعني هاخدها. طب معاك ورق بالفلوس دي؟ لا مؤاخذه، هو الواحد لما بيدي مراته فلوس بياخد عليها كومبيالات؟ اقول لك انا القصه، انت لا عايز تروح لشرشابي ولا عايز تقعد تتكلم معاه ولا اي حاجه ولا حبيبتك ومراتك والكلام اللي انت قاعد تقوله ده كله. اقول لك انا الحقيقه بقى، انت قاعد تفكر في القرشين لما كنت في سويسرا، مش كده؟ في هونولولو بتاعتك، عشان لما تطلع تعمل لك حاجه كده تاكل منها لقمه عيش وتعيش، صح ولا انا بتكلم غلط؟ وبعدين عايز اقول لك ايه، هي مش طلقتك؟ اتطلقت غصب يا معلم، رفعت عليا قضيه والقاضي حكم لها عشان انا رد سجون. اتطلقت عشان يخلعها الجو مع الكلب اللي اسمه زيزو. اخرس يا كلب يا واطي يا نتن، بتقول كده على بنت سيدك؟ انا ما افتريش يا معلم، اللي بقوله لك ده حصل. كانت بتقابله في شقتي وعلى فرشتي، وابوها منزلها مع زيزو بفضيحه. انت جبت التخاريف دي منين؟ انت والكلب، والا قسما بالله لاخدك على المخزن وعلقك زي الدبيحه. صاحب البيت اللي فيه الشقه يا معلم قال لي على كل حاجه، وهو اللي شايل الشرشابي مرابعه وحطه في التاكسي موديه المستشفى لما وقع وما استحملش اللي حصل. طب انت عشمان عامل لك ايه دلوقتي؟ هي عرت ابوها، فضحت اهلها، منها ليهم، لكن انا عايز حقي، حقي برقبتي، واخده ولو على جثتي. اما ابو عزيز ده بقى فليه معايا حكايه تانية خالص. بالاذن يا معلمه. سلام يا اخوي. هو ده السر اللي كنت مخبيه عني يا شرشابي؟ ده حمل تقيل قوي يا اخي. تفضل يا حاجه رتيب، بيتك ومطرحك يا اختي، تفضل. تسلمي يا اختي. على ده اللي زيك واحدة تموت نفسها عشانه ألف مرة. هات عنك يا عبد العزيز، خش انت ارتاح. لا يا عمتي، انا عايزه معايا، عايز ابقى مع نفسي شوية. والله انت عوضتني على العمر مهم، شفت الدنيا في عينيك، ومعك جبت الولد ودكت الحب الحلال وكلت الشهد من ايديك. عارف اني عشقتك ولا لا يا ولد خالد؟ ليه كده يا عبد العزيز؟ لا تفزع ضناك يا ولدي. هات ربنا يصبر قلبك يا ضناك، ربنا يصبر. خلاص يا ولدي، اللي راح راح، خلينا في اللي جاي. راح كان غالي قوي يا عمتي، ما حسيتش بقيمته لما راح مني. واللي جالك غالي هو كمان، ده ولدك يا عبد العزيز، وربنا كريم يصبر قلوبنا كلنا. بس نقول ايه؟ نقول يا رب. يا رب يا رب عوضها عن قسوتي عليها وقسوة الدنيا عليها يا رب. انت قسيت عليها؟ دي كانت روحها فيك يا ولد اخوي. دي قالت لي ان جدك فضل لما رماها عليك كانه رماها في الجنة. والله ما هتتعود. ابني عمرها ما عملت حاجه وحشه.
كان نفسي اروح بدلها وتفضل هاجر بجوزها وابنها يا رب. بس حكمتك حكمتك يا رب. بس يا لنا بس يا حبيب امك بس بس يا لنا. لا يا دولي انا معاك. سيادة المحافظ كلمك؟ يعني موضوع الأرض تمام. وأنا جاهز سيادتك لأن جاهز. بس معلش اديني يومين كده عشان عندي ظروف. مراتي ماتت يا باشا وهي بتولد ابني. حالك الباقي يا فندم. لا والله أنا عارف سيادتك مسافر. ما نجيلكش في حاجة وحشة. سلام. زيزو انا مش عارف اقول ايه بصراحه. مش لاقي كلام اقوله. انت عارف انت بالنسبه لي ايه يا زيزو. انت مش مجرد اخ بس، انت الدنيا كلها. والحزن اللي انت فيه ده هو اللي انا فيه بالظبط. بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيعوضنا بالخير في عبد الرحيم ويرحم اشجاني. لابسة على الصبح كده ورايحة على فين يا ست هاني؟ رايحة شغل؟ شغل يا أم شغل. احنا مش اتفقنا ان انا هنزل الشغل؟ واحنا مش اتفقنا ان مفيش الزفت ده لحد ما تخلصي اللي انت فيه؟ اسمه الحمل يا بيه. لم الدور واطلع على فوق زي الستات المحترمين. انا محترمة غصب عنك. انت هتمد ايدك عليا ولا ايه؟ هو انت لسه شفتي مد ايدك؟ انت بتمد ايدك عليا يا عوف يا زبالة. لكن وحياة أمي لربي إزاي بتعاملي مع أولاد الناس؟ اقعدي. عاصم افتح الباب. يا مرايا عاصم افتح الباب. ما تفتحش ليه؟ اوعى. لبنى لبنى ردي عليا. عملت فيها ايه؟ عملت فيها ايه؟ لبنى لبنى ردي عليا يا حبيبتي. ردي عليا. عاصم اطلب الاسعاف. البنت هتروح من هنا. لبنى لبنى ردي عليا يا حبيبتي. لبنى سلامتك يا ضنايا. الف الف سلام. يسلمك. ايه اللي حصل يا بنتي؟ ده كله فاهمين اكتر من كده وبيزيح ربنا. مش عايزه تقوليلي برضو ايه اللي حصل وصل الامور لكده؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم. بس مش للدرجات دي يعني. هم مش واخدينك من الشارع شويه. انت برضو اللي غلطان. انت كنت نزلتي جيتي قلتيلي وانا كنت رحت نقعت له صداقه وفهمته مقامه بالظبط. انت غاليه علينا قوي يا بنتي. ربنا يخليكني يا عم. عمر انا ما كنتش مستنيه من عاصم احسن من كده. مالكيش حق بقى ابدا. والله 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 بيحبك. مفيش مره اساله الا ويقولها لي بعد ما تلسان. حق ربنا. كل ما اساله يقول لي انا عمري ما عشت السعاده بالطريقه دي. الحب والسعاده بيتحسوا. عموما انا سامحته خلاص. يا سلام. هو ده كلام الست العقله بصحيح. هما كل الرجاله كده يا حبيبتي. امال انت فاكره ايه؟ ده احنا ياما بنشوف منهم وهم شباب يعني ما اقولكيش. لكن يوم ورا يوم وسنه ورا سنه العصبيه دي بتروح وبيجي الحب والحنايه كلها. عارفه عمك الشرشاب اللي واقف ده؟ خلاص يا ده مقطع. خلاص شفتي كلهم غلطانين. عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. لا لا ده احنا بقينا كويسين قوي النهارده. انا بس كل ما اجي اقف بدوخ. ده طبعا عشان النزيف الكتير اللي حصل. طمنا يا دكتور. الحمد لله. ما انت شايفها زي الفل اهي قدامك. الحمد لله. استسمحكم بس تتفضلوا بره خمس دقايق. حاضر. لو تسمحوا. ممكن اعرف بقى ايه سبب النزيف الكتير اللي حصل ده؟ انا محتاجه تقرير طبي شامل بكل الاصابات اللي حصلت لي يا دكتور.
طبعا وهعمله لك، بس ده معناه بقى ان انت عايز تعملي محضر وتمشي في اجراءات قانونيه. انا بس بغطي كل الاحتمالات. طب ايه رايك نتكلم كزملاء كده؟ بلاش، يمكن ترجع لجوزك وكل حاجه تتصلح. ربنا يعمل اللي فيه الخير. وانا ممكن اخرج امتى؟ يعني يومين نسبه الهيموجلوبين ترجع تاني ونظبط الضغط وطبعا الحاله النفسيه، وانت فاهماني. باذن الله باذن الله كله هيبقى خير. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. دكتور. دكتور لو سمحت، ما فيش حد غريب يعني، انا حماها ودي حماتها وده والدها، عايزين نطمن. ما فيش حاجه، كل حاجه. طب بعد اذنك، يعني بالنسبه للحمل هو لسه يا حاج دكتور، حياتها تعرضت للخطر. لا هي كانت خناقه جامده قوي كده. لا خناقه ولا حاجه، ده هي اتزحلقت في الحمام ووقعت يا دكتور. يعني الحمل ما فيش يا دكتور؟ اكيد ربنا يعوض عليكم طفل تاني ان شاء الله. هنسبق. لا حول ولا قوه الا بالله. لا 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 اي عفش من الشقه القديمه ابدا. بسم الله ما شاء الله. تعالي يا حاج. قلت بقى ايه؟ خد شفتي واسعه ازاي؟ جميله. بس جميله. عبد الرحيم بجيب لي بقى عشان هتنامي جنب كده. انام كيف؟ انا لازم اقعد بدري 8. انت مش حاسفه انت تقعدي معانا هنا على طول؟ انت بتقولي ايه؟ ما ينفعش، انت هيراعي حالي وداري هناك. ما ينفعش. ربنا يهديلك وقتي. بصي وده بقى المطبخ، شفتي واسع ازاي؟ قوي. انا مش نفسي اجيب المطبخ ولا حتى شو اكون معاك. تعالي يا حاج، تعالي تعالي. شفت الطرقه طويله ازاي؟ تعالي. ودي بقى خد انت عبد العزيز، والحمام منه فيه. منوش فيه كيف؟ اهو دي انا داخل الاوضه جوه شايفاه. عليكوا حاجات غريبه. لا دي الشقه فيها ثلاث حمامات. تعالي يا حاج بفرجك. بصي بقى الفسحه شفتي عامله ازاي؟ شفتي الوسع اللي فيها؟ والنجفه ده من درب البرابل. وشايفه السفره دي؟ شايف الخشب من دمياط. حلوه قوي. ربنا يكرمك ويوسع عليك. بارك الله عليك يا ولد اخوي. من خيرك يا عمتي وخير عمامي. الله. خدي يا حبيبتي، خدي بسمك. شايف يا عبد العزيز؟ قال عمتك عايزه تسافر النهارده في قطر 4. لا تسافر ده ايه؟ وادخلوا الحمام زي يخرجوا. ده تقعدي معانا هنا قد يومين ثلاثه شهر كمان. الله، واحنا غرب. ما ينفعش. هو الولد ده هو اللي جايبني على ملا وشي. سيبوني براحتي، ولما يتوحشني عبد الرحيم هاجي على طول. ولو اني مش طايق اعرف ورقبه. صلى على النبي يا عماتي. لا اله الا الله. حتى خدي معاك غالية. يلا يا عم الغالية، قوم اعملي لقمة كده. حاضر يا حاضر يا حاضر. انا جاي معاك. غالية بتعيط. نام الواد يا اما في اوضته والنبي. حاضر. ايوه يا عم منديل. لو ربنا دي مشاغل بس. موضوع مهم. خير. حاضر هجيلك. حاضر ماشي. سلام. موضوع مهم وما يستنيش. ربنا يستر. عطية. نعم يا حاج. خير امرني. الواد ده ما جاش هنا وانا مش موجود. واد مين ولا مؤاخذة يا حاج؟ فوق معايا عطية بهلول. بهلول؟ لا يا حاج ما جاش هنا. بس يعني يا حاج. ايوه خلينا في بس دي بقى. وانت ماشي طبعا بيقابلك بره وتقعدوا تتودودوا. ها؟ صراحة هو حاول يا حاج، بس انا ما اديتلوش ودني. يا حاج اديله ودني يعمل بيها ايه؟ بس يا حاج يعني عايز اقول لحضرتك حاجة، هو على طول رجله عند المعلم قنديل. تونيل ابو وشه الاكر. انا كل ما افتكره مزاجي يتعكن من كده وابقى نفسي اعمل اي حاجة فيه. ما تحاول يالا تعرف لي كده بيروح عند قنديل ويتودودوا في ايه مع بعض؟ هيكون في ايه يا حاج يعني؟ ها؟ في الموضوع ايه يا حاج؟ انا برضو بعد اذنك يا حاج والشورى شورتك يعني واللي تقوله يمشي. كان ليه رأي في الموضوع ده يا حاج؟ ما تغنيش عليا بقى وقول. اسمع منه يا حاج وهات اخره. لا شيخ. الواد خارج من السجن يا حاج والشر باين في عينيه. طب ما انت خدت وديت معاه في الكلام اهو عطيه. ما
هتقولي قاعدة تودودته في ايه؟ هو حاج بيقول انه دي يعني مبلغ صغير كده عند الست سناء قبل ما يتسجن. مبلغ؟ مبلغ يعني كام يعني؟ 2000 جنيه مثلا؟ لا يا حاج، 65. 65,000؟ طبعا تحويشة اللي قاعد يسرق فيا فيها طول ما هو شغال. انا غلطان ان انا ما بلغتش عنه من الاول. مش جايز دي نمرة يا حاج عاملها بعد ما خرج من السجن، ياخد له قرشين يبدأ بيهم حياته ويحل عننا. انت بتقسم عليا هاد انت وهو، تقولي 65 وقالك فاصل بقى في 40، فانت توصل معايا ال 25 وتروح تقسمه مع بعض. اهبل انا ولا مختوم على قفايا؟ انا يا حاج برضو. طب وعد الله يا حاج ما حصل، وانا مش هفتح مع حضرتك الموضوع ده تاني يا حاج. سلام. هي المصايب مش لاقي حد تتحدف عليه غيري ولا ايه؟ بس يا رب. والله العظيم يا معلم زيزو بتوحشني وبتوحشك وبتوحشني دخلتك علينا. انت هتشتغلني ولا ايه وانا لحقت اوحشك؟ لا لا بجد مش بشتغلك والله، يعني يكفي كلامك المستف مع الزباين يعني ودخلتك علينا وطلتك الحلوه. لا ده شبر دلوقتي بقى ايه؟ بياع 100 100، يعجبك قوي معايا. ربنا يخليك يا معلم قنديل، ان شاء الله كده بكره لما ربنا يفتح عليا افتح مون كبير جدا واملاه كل موبايلات وخليك تشتغل عندي بنفس المكتب بتاعك. انا مؤاخذه يا معلم، تعالوا نقعد بره عشان اتخنقت من المحل والجو المقفول ده. بنفس المكتب تبقى معايا في نفس المول ونشتغل مع بعض. ايه ده مول وسهل كده. ايه ده انت مالك؟ ازاي الراجل ده ماله؟ مش كنت بتعزي؟ مش رحت عزيته؟ ازاي ينفع اللي انت عملته ده؟ ما كان عنده حالة وفاء. ازاي تجرحه كده؟ ازاي تتعبه كده من جوه؟ مش لسه فيه كان عزاء؟ وانت رحت عزيت ولا لا؟ عزيت؟ سمعت قرآن؟ انا عايز افهم، انا مش فاهم حاجة. هنا في نو هنا الجمجمة دي، العظمة ده في هنا مخ؟ لا مخ ايه؟ ده مخ عصفورة قد كده اهو. عيب يا اخي. يعني انا عايش عمري اللي فات بمخ عصفوره؟ انت عندك كام سنه؟ مش 30 سنه. انت ثابت عن 9 عايش بيهم عشان ما تعمل كده؟ ازيك يا عاصم يا ابني؟ ازيك يا بابا؟ يومين ما تبصش على ابوك، من الشغل للنوم ومن النوم للشغل. انا جاي عشان اسال عليك يا واحد. نفسي افهم انت جايب التكشيره دي منين؟ ازاي قادر تستحملها على وشك من الصبح لغايه بالليل؟ بقول لك ايه؟ قوم بينا نروح لمراتك المستشفى، وما تلفظش معايا في الكلام، العاقل هو اللي يروح لمراته المستشفى، فاهم؟ مراتي مش في مستشفى يا حاج. مراتي عند ابوها من امبارح بالليل. نعم يا اخويا. لا انت اللي رحت جبتها، واما رفضت تطلع معاك الشقه راحت عند ابوها. امي راحت جابتها هي وعم لطفي، صممت تروح عند ابوها. انت مش شايف المكتبه مقفوله؟ ومن ساعتها انت ما رحتلهاش. هي هتعمل لنا فيها مقموسه ولا ايه؟ نسيب اشغلنا بقى ونروح نبوس رجلين اللي جابوها؟ لما تعرف ان ليها بيت يا حاج تبقى تيجي. انا في حاجه مجنناني، انت ليه يا ابني مش قادر تفرق بين العساكر اللي في القسم والمجرمين اللي في الحجز وبين الناس اللي يا غنوة بقى هتغنوا عليها كلكم ولا ايه؟ انا جاي اعصابي مشدوده يا حاج مش ناقص. يا ابني افهم بقى، مراتك خسرت حملها اللي كان في بطنها، ابنك اللي من صلبك خسرته بسبب ضربك فيها، وهو لسه لحم حمرا ذنبه في رقبتك. كده احسن يا حاج، مش ناقصين وجع دماغ. يعني ايه كده احسن؟ انت يا ابني مش فاهم، ابنك انت السبب في انه مات. يا حاج انت اصلك مش فاهم حاجه خالص، عمال تتكلم على عماك. طب ما انا قدامك اهو وبكامل قوايا العقليه.
فهمني يا اخويا، فهمني اذا كان حاجه تتفهم هفهمها. الهانم كانت بتحب زيزو قبل ما نتجوز يا حاج، وابني اللي هي بتقول عليه من صلبي ما كنتش فاهمه، ما قدرتش بقى استوعبه لما قالت لي انها حامل. فهمت حاجه بقى ولا عمر روح فقابت في الاسم؟ اتفضل يا معلم زيزو. ربنا يخليك يا شافعي متشكرين. عيالك عاملين ايه؟ الله بيبوس ايديك يا معلم زيزو. يا عم انت يبوس ايد ابوهم، ربنا يخليهم لك يا رب. فاكر ايام زمان يا شافعي؟ مخزن قنديل وتقفيل الغسالات المضروبه والمبلوله والبوليس لما كبس علينا. ايه اللي الزلمه ده؟ انت بتسيح ولا ايه؟ طب والله يا معلم، المعلم زيزو ده اصيل. بالمناسبه يا معلم، انا جيت العزا وعزيتك بس انت ما خدتش بالك مني، كان حواليك ناس مهمه كتير قوي. شافعي لينا اهو مظبوط من مصر. لا يا معلم. لا انا يعني زهقان. خلاص خليها واحده بس، هو زهقان. طيب المره هروح المشوار اللي قلت لك عليه. طب يلا اذن معلم زيزو. سلامه سلامه. ابن حلال شافعي. مين؟ شافعي ابن حلال. شافعي؟ اه ابن حلال. يا مثلا يعني الجسم ده كله مش عايزه يبقى ابن حلال، ده يفرق على 100 ابن حلال. عارف والله دول العكازين اللي انا متعكز عليهم، مش عارف انا كبرت ولا في ايه. مش عارف كبرت ايه بس. اه والله شكلي كده زي الفل اهو. بقول لك يا معلم ايه، انا عايزك تبقى تفهم صاحبك ابن الاصول اللي هو الكبير اللي بيفهم انه يعني الزعل ملوش دعوه بالعزا، لانه العزا ده واجب، هو كده بيصغر لي، واخد بالك؟ بفهمه يعني. طبعا 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 عندك حق. اهو ده بقى اللي انا كنت جاي لك فيه. خير؟ بهلول خرج من السجن. طب واحنا من؟ ازاي بقى احنا من؟ اذا كان الواد حكالي عن الموضوع اللي بينك وبين سناء وقال لي يعني استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب، قال لي يعني على ابوها لما طب عليكم في الشقه ووقع ساكت. بص يا معلم، انا مش هتكسف منك، ده راجل صاحب فضل عليا وانا اكلمك بصراحه يعني. هي كانت يعني زي ما تقول بتحبني، عايزه تخش في سكه جواز، وانا عمري ما سقت فيها ولا استغلتها بما يرضي الله. هي اللي اصرت، وانا قلت لها من اول لحظه انه ما ينفعش ان انا امشي في السكه دي، انت واخد بالك؟ فهي يعني فضلت تلح يوم كده، خدتني من البيت لحد الشقة اللي هي بتاعت اللي هي كانت متجوزة فيها دي، وكتبت ورقتين عرفي على أساس تريح ضمير. أنا بالنسبة لي يعني ما كنتش حاسس إن أنا بعمل حاجة غلط، بس أنا حاسس إن أنا غلطت. حاليا أنا حاسس إن أنا غلطت، وحاسس إن أنا ندمت، وحاسس إن ذنبها في رقبتي. ندمان؟ ها ندمان؟ ندمان. بس الواد بيقول إنه ساب فلوس معاه 65,000 جنيه. هي قبل كده عرضت عليا المبلغ ده مرتين وانا رفضت، بس اخر مره دي هي راحت جايه رميه الفلوس في قلب المحل وجريت زي المجنونه. لا في دي بصراحه حقاني، والمبلغ ده موجود بالمكسب بتاعه، ولو انت حكمت يعني وحققتني بالفلوس دي انا مستعد اتقدم بيهم. لا انت كده 100 100، بس انا بتكلم في سناء نفسها. انا خلاص مش عايز اشيل هم فوق همي، كفايه اللي حصل. مراتي ماتت، سابت لي حته عيل اتيهتم من ساعه ما شاف النور. بجد بقى يا لبنى انا زعلان منك، يعني ما كناش هنعرف نخدمك زي ما الراجل العجوز ده بيخدمك برضه. مساك الخير يا عم. والله يا حاج، والله انا قلت لها الكلام ده، بس يظهر بقى انها لسه واخده على خاطرها من جوزها. لا لا دول مالهمش غير بعض يا حاجه. شايفه لسانه بينقط حكه. يلا بقى، وانا هجيب لك واحده تخدمك وتقعد تحت رجليك. وكان على الوضع عاصم هحكم عليه ما يدخلش لمده اسبوع البيت لغايه ما يرضيكي وانت بتوافقي، ويتاسف ويبوس رجلك وراسك. لو كان عايز يصالحني كان جالي المستشفى، بس خلاص عاصم باع وخلصنا. بين الراجل ومراته مفيش الكلام دوت. يلا بقى يا لبنى بطلي دلع ونشوفي الدماغ، تعالي اقعدي عندنا يا حبيبتي وسيبيه في الشقه لحد ما يجي ويتاسفي. ده البعد جفا يا حبيبتي. من جيتك على راسي يا حماتي، بس ما ينفعش. ده بيحبك يا بنتي. وانا ما اقدرش اعيش معاه.
خلوه بقى يبعت لي ورقه الطلاق. اعوذ بالله. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا لبنى؟ ايه الكلام ده حبيبتي؟ زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. لبنى بدل ما ارفع قضيه احسن. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ معلش يا بابا انا ما حبيتش اقولك عشان انت مش حامل زعل. لا بقى الكلام ما وصلش لحد كده يا لبنى. لا وصل. ما حدش منكم لا شاف ولا سمع اللي هو عمله فيا. لو قبلتوا الكلام ده على سناء انا هقبل. ما بلاش سيرة سماع في الموضوع ده يا بنتي. ما هو اتهمني نفس الاتهام ال... بقولك ايه يا عمي خليه يطلقني احسن بدل ما اشاشر عليه وارفع قضيه وفي الاخر هكسبها برضو. انا رحت المستشفى وخدت تقرير باللي حصل. خلينا نمشي بالمعروف. عندك حق يا بنتي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ اسكتي. ابني غلطان من ساسه لراسه ضربها وسقطها. انا ليه بس عندك طلب واحد يا بنتي. بلاش اقفل الباب. خليه موارب من يعرف. يعني انت كده مش جاي. ماشي. لا انا شوية كده هقفل واروح. يا ده قاعد معايا اهو. ماشي يا باشا. ماشي. سلام. سلام. ماشي سلام. لزيزو؟ مش جاي ولا ايه؟ لا مش جاي رايح للدوري بيه. انا قلقان على عبد العزيز قوي يا عياد. قلقان من ايه؟ مش عارف حاسس انه داخل في سكه كده مش مظبوطه. سكه مش سكته يعني الدوري بيه وروان والبيزنس. كبابي يا بدر طب مش عاجبك وقفت عكسها؟ انا عاكس ازاي؟ انا جعور. اللي شرع كله شرع عبد العزيز يعرفه. عكس المعفنه دي اللي مرضاش اشغلها عندي شغالي يا ابني في غدك وبدبعانك يا ابني الهبل. انت مين اصلا؟ انا اللي وصلت المليونات الشخصيه ومعارك جيبيني ولسه حوصل يا بكر. بس انا عديك زعط وصلك بسرعه. طيب. يلا يا ابني الهبل. طيب يا مهندس انت واقف بتعمل ايه يا ده؟ طب اتفرج على عادل امام يا بكر عايشي. عادل امام؟ عادل امام. انت ماشي مع الواد ده يا سكينه؟ ما هو زيك مش عايز مجنون ولا ايه؟ طب انت ماشي مع بيت. انا مش ماشي مع حد. عايز ايه يا بكر؟ طب ده هقول لك السر اللي محدش في شارع عبد العزيز تبدا يعرفه. شل وانت بقى عندك شل بطلت بإسامة ولا ايه؟ انا مش هرد عليك. اللي عندي يا بتجاز 4 شعلة من الاشعال الذكي يونيفرسال وسسوار وخلاط بكبه فيه عم صداعه انا بعرف ادوره وساحه دوكيا بداده بعدته. طب بقول لك ايه بقى ما تشحن نفسك بدل ما اخلي صبره يشحنك. يلا يا بكر صبره بنت ده عورك انت وابوك. يلا يا بنت ما توقفيش في الشارع تاني. يلا يلا على ابوك بنت خالد بصرب. اوعى اشوفك واقفه في الشارع تاني. عدل الباب. عاجبك كده انت ابو عفو مننا هنا؟ كنت فين يا زيزو؟ مكتب المحافظ كلمني من ساعتين وبيسالوا عليك. يا باشا انا قلت لسيادتك ان انا جاهز. لا ما هو جاهز كده ما ينفعش نظر يا زيزو. الراجل خلص كل الاجراءات ومستني ان انت تروح تدفع. بصراحه ربنا يا باشا المبلغ اللي طالبه المحافظ للبدو ده مبالغ فيه. وانا هدفع كده غميضي لا اشوف بدو ولا غيره. هو انت مستجد ولا ايه؟ مش كفايه ان ورقك بيخرج كله قانوني متظبط من المحافظه ومعاك تصاريح المرافق كلها؟ ده غير كمان انه مش هيبعتك لمكتب الوزير عشان يشقطك لبعض بقى هناك. في النهايه تيجي تحسبها بصل ب5 حتى هي 5 بصل. من الحق. ده مبلغ كده يا باشا صغير مش قد المقام. انت عارف الظروف اياها بقى خلتني معرفش اجيب للهانم هديه. ايه اللي انت بتعمله ده يا ولد؟ عيب كده. دي فلوسك يا باشا. عيب بقى اللي ما بصش من غربال يبقى اعمى. وبعدين انت اخويا الكبير وعارف انت عايش عني بلاوي في السياحه وشارع عبد العزيز. ده البترين ملت الشارع من غير لا ضرايب ولا مرافق ولا حجوزات. وبعدين يا باشا الناس بتوعك دول لازم يبقوا في ايدك عشان كده لازم تراضيهم. واهم من الشغل ظبط الشغل. طيب يا سيدي شكرا. طول عمرك بتفهم في الاصول. عجبتك لعبه السياحه بقى؟ والله يا باشا روان سالتني نفس السؤال وانا قلت لها شغل الموبايلات احسن غلتها اسرع وملموم على قد الايد بعيد بقى عن زن الجرايد ورمي الجتت يمين وشمال. فكرتني بالموبايلات. خد بقى الشغل اللي بيعمل ملايين من معلومه. انت عارف طبعا ان البلد فاتحه بابها للمنتج الصيني. طبعا دي العتبه غرقت ملابس. لا والقميص طالع من كيسه للزبون القطاعي بكام؟ ب10 جنيه الحته. امال بيتباع جمله بكام؟ والمصنع بيكسب فيه كام؟ تخيل بقى لما الصيني ده يبقى موبايل. موبايلات صيني؟ وبنفس مواصفات الاوروبي يا باشا؟ يا ابني هو انا قاعد في الحزب بلعب؟ ما انت لازم تيجي بقى وتسجل تواجد وتتعرف على الناس. ده راجع معاك الحزب وبات هناك كمان. المعلومه دي هتعمل مليارات
وبكره تشوف يا زيزو. وتمنها عندي يا باشا، بس نبدا. هتبدا بس انت عايز سيوله كتيره جدا، لازم تخش بتقولك. اهو لو انت ما دخلتش حد تاني هيدخل. ايوه يا باشا، بس سيادتك يعني شايف المحافظ بيستعجل ازاي؟ ده غير الانشاءات والتجهيز والديكورات والفرش. يا سيدي بقول لك اتصرف ومش هتندم. انا عمري ما ندمت معاك يا باشا. يبقى اتصرف ان شاء الله، تخلي اخوك اللي في البنك ده بيظبطك في قرض ولا حاجه. بمناسبه اخوك بقى، ماله سيادتك؟ حد اشتكى لك؟ هو كده فعلا، بس ده 10 على 10 في البنك يا باشا ومجتهد. ده لا لا مش البنك يا زيزو، ده هو عامل وسط نت كده ومشارك مع شويه مراهقين بيكلموا وحش على البلد. يعني انت عارف طبعا ان انا مدي تعليمات اي حد من دايرتي يندهوله فيها من الدوله بيدوني خبر انا الاول. اسمه جالي امبارح وانا قلت له مستنوا عليه يومين بس. ايوه بس سيادتك انا مؤاخذه، يعني اعرف ان النت ده ما بيتقفش. لا ما هو في جهاز اتعمل اسمه مباحث الانترنت يا زيزو، وممكن يقبضه على اي حد، خصوصا بقى لما يبقى عامل بلوج ودوانه يعني وحط عليها صورته بقى ويكتب وينتقد وعامل فيها ثورجي. مش كفايه علينا الصحافه الصفراء اللي طلعت على حس حريه التعبير والديمقراطيه والكلام الفارغ ده؟ كفايه كده يعني. لا اكلمه يا باشا، اكلمه طبعا. يلغي وسط النت بتاعته دي ويقف المدونه دي فورا. العيال دي هتلم قريب. انا عارف بقول لك ايه، انا مش عايز اي شوشره، اروح اجيبه بقى من وسط الناس والكلام يكتر، وملايين بقى اللي احنا بندفعها في مشاريعنا هتبص تلاقيها على مكتب النائب العام بسبب جورنان حاقد عايز يكتب فينا اي تقرير. بعد اذنك يا باشا. زيزو بالهداوه، الناس دول عناديين ودماغهم ناشفه قوي، وبفتكر ميعاد محافظ انا عايز اجي معاك وارجع في طياره نفس اليوم. هتجوز روان انت بقى؟ سيبك منها يا باشا، مش فاضلها. لا خلي بالك دي عامله زي انثى العنكبوت، تاخد غرضها وممكن بعد كده تلدغ وتموت كمان. الله غالب يا باشا. وليد يا وليد. وليد فين يا بابا؟ كان بيلعب على الكمبيوتر بتاعه وبعدين جاله تليفون نزل. خير؟ رابحين نام؟ اكلته وحميته ونيمته طبعا يعني. كنت عايز وليد في ايه؟ لا ما تشغليش بالك، انا كنت عايزه في مشوار مستعجل كده، هطلبه انا دلوقتي واشوفه فين وراك. اعمل لنا عشوه حلوه بقى قبل ما. حاضر يا ابني. عينيا. الله يخرب بيت اهلك. بقى الكلام ده هو اللي بتنزله على الهبابه اللي اسمها مدونه دي؟ يا عم انا بكتب اللي بيخطر على بالي، وبعدين هو شغل معاك مخليني عارف اكتب مسرح. تعال افرجك على المدونه بتاعت اخوك. الله، ده وارد لي في النظام كمان. طبعا. اطلع. هو بيكتب عندي وانا بعلق على اللي بيكتبه. اهو وادي صورته كمان يا سيدي، اتفضل. يا نهار اسود، وجبت صور المظاهرات دي منين؟ من على النت برضه. ما هي دي صور المظاهرات بتاعت انتخابات اتحاد الطلبه اللي تبقى رئيس الجامعه مع الامن. اخويا مش احسن ما يجيبوا لكم المتطرفين؟ متطرفين على النعمه من نعمه رب، انت القناه الثالثه بوظت دماغك. والله بقول لك ايه، خليك في تجارتك وتسيبك من السياسه دي خالص. حمار انا. العفو يا باشا، بس اللي انت بتشوفه ليل نهار يخليك اكتر واحد عارف ان البلد دي عامله زي المركب مخروم عين في بركه فساد. الله يخرب بيتك على بيت الكلمه اللي انت مش حافظ غيرها دي بتاع العيال الخايبه. اسمع بقى يا اياد، انت لازم تقفل الهباب ده وتقفل مدونه وليد كمان. الامن يا اخويا مش بيقعد يكون مراقب الانترنت ده ويلمكم انتوا كمان. يلمونا يعملوا بينا ايه بس فوق اللي عندهم؟ وبعدهم عندهم حساسيه المراقبه كان على راسهم بطحه، كل اللي يقطع صعاد يبقى بيقصده. بس انا بس 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 حس ماشي يا عم. ايوه يا عمي. تحاول النبي يا عم تجمع لي الفلوس اللي احنا اتكلمنا فيها دي، وبعد بكره ان شاء الله نتقابل في القريه بتاعتنا. لا عايزين نخلص بقى، احنا خلاص مدونه عقد، عايزين ندفع عربون. ماشي ماشي بامر الله. صحراوي يا عمي. طيب مع السلامة. مالك انت ومال الهبل ده؟ عيل صغير انت اللي في سنك النهارده زمانه متجوز ومخلف ومسؤول عن بيت كمان. عايز تجوزني يعني؟ اجوزك واجوز امك. هتجوزني مين؟ سناء مثلا؟ انا اسف يا صاحبي، والله ما كنت اقصد. عادي يا عم، والله العظيم القافيه جت كده. خلاص بقى. قول لي ازاي ابنك؟ ابني هو ابني ده بقى هو الجرح الكبير يا اياد، وباخده على ايديا كده احسن. افتكر امه يعني ماتت وسابته ليا، ما
ماتت في حضني يا إياد. ساعات أشم ريحة نفسها هنا. نهايته. أنا خايف عليك يا أخويا، وخايف على وليد كمان. ممكن على الفساد، بص على الإنترنت بتاعك وشوف مين بيوكلنا ويشربنا ويخلينا نتكلم كده في السياسة بحرية زي ما أنت بتعمل. مش المركب المخرومة برضه؟ يعني إيه؟ طب إيه رأيك بقى إن أنا مش هطلقها لحد ما تيجي تبوس الجزمة؟ مش هتقدر. مش هتقدر لأن وهي في المستشفى خدت تقرير طبي بيقول إن أنت السبب في كل اللي حصل. لو قدمته للنيابة هتطلقها غصب عنك وعن عين أبوك. المستشفى دي اللي أنت مرضيتش تعفر تراب جزمتك إنك تروح تزورها. عرفت بقى إن كلامي صح؟ عايزة تطلع عشان إخلالها الجو وتتجوز الوقت. عيب الكلام ده يا عاصم. ده مش كلام ياما. بنتك سناء وأنا بضربها بعد جوازها العرفي من عائل الواطي ده قالت الحقيقة. قالت إن ربنا مراتي كانت بتحب الواد ده وإن هما كانوا هيتجوزوا لولا بقى إن أنا سبقت واتجوزتها، وإن أختي كانت بتسهل لي الجوازة عشان إخلالها الجو. مش هي عايزة تطلق؟ ماشي أنا هطلقها، بس وعز جلالة الله لخليها زي البيت الواقف، واللي هيقرم لها هجيبه الاسم وهلقه من رجله لحد ما يفرق الدنيا. امشي برا. هتسيبه يعمل اللي بيقول عليه ده؟ ابنك ده احنا اللي بوظناه، احنا اللي دلعناه، كان كل ما يطلب نديله، وكل ما نديله يطلب اكتر واكتر واكتر. محتاجين بضاعة يا معلم وعايزين فلوس. عايزين اجهزة منزلية ولا محمول؟ اجهزة طبعا يا معلم. وانت شايفين ايه؟ الاجهزة المنزلية نحط فيها فلوس ولا المحمول؟ لا يا معلم الرأي رأيك والشورة شورتك. طب ما انا مكبركم معادكم قدامي اهو، لازم تقولولي نعمل ايه؟ يا مؤاخذة يا معلم، احنا طول عمرنا لنا زبون في الاجهزة، والاجهزة ارشاح حلو. لا المحمول اخف ومكسبه اسرع، وبعدين اللي بيجي معلم يشوف اجهزه بيشوف على المحمول والعكس برضه صحيح. خلاص لما نجيب نبقى نحسبها سوا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مشغول يا معلم، يجي لك وقت تاني؟ لا 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 لا، روح انتوا هاتوا البضاعه اللي انتوا عايزينها وبعدين هقعد معاكم نتحاسب مع بعض. ماشي يا معلم، يلا بالسلامه. في ايه يا لابط؟ كلمت صاحبك؟ هكلمهولك بس يقول لي المبلغ كام. 65,000 يا معلم ومش هتنازل عنهم. الله، انت هتنح معايا؟ طب اطلع بره دلوقتي لما اكلمه في التليفون. ماشي، بس خلي بالك انا بشحت والشيطان قرب يلعب في دماغي. انا مالي بقى يلعب في دماغك ويلعب في عينيك؟ اديني فرصه اكلم الراجل ولا ابعتك ليه تتفاهموا سوا. يلا استناني بره اطلع. ماشي يا معلم. يلا حبيبي. ايه الخط؟ يا زيزو هاي موجود عندي يا سيدي، ومتعصب ومتنرفز وعينيه مطلع شرار. طب هنعمل ايه؟ ايه؟ 65,000. طب انا هدفعهم له واصحاب الفلوس يرجعوا يدفعهم تاني، يبقوا دفعوا مرتين ازاي يعني؟ مش فاهم. ايه في التليفون ده افضل يا عمدي؟ طب خلاص سلام. تشرب يا معلم. مش عايز اشرب اي حاجة. الواد النطع اللي بره ده واقف عندك عايز ايه؟ بالراحه ليه؟ الواد غلبان ولسه خارج من السجن وعايز ياكل عيش. لا مش عايز ياكل عيش ولا حاجه يا قنديل، انت فاهم كويس قوي. الافندي بيقول ان روح عند بنتي 65,000 جنيه. تعرف تقول لي لموهم منين ال 65,000 جنيه دول؟ اهو انت كده قصرت عليا. بقول لك ايه؟ نعم. هو فعلا اداها ب 65,000 جنيه؟ نديل يا نديل، خلينا نقطع عرق ونسيح دمه. عايز افهم منين الافندي ده وهو مجوزه بنتي وانا اللي مشوره ما دفعش مليم ابيض، ازاي قدر يحوش 65,000 جنيه من ورايا؟ خلاص بقى يا معلم عشان نقطع فرط ونرتاح. اسمع نديل،
قول له ايه بشويه كده اللي هسنقسما عظما. اخلي الواد عاصم ابني يحبسه المره دي بقى، من السرقه ولا حاجه، لا ارهاب، يعني يعيش ويموت في السجن. امر يا بركه. التليفون ده خدته منك من يومين اتنين بس، واول ما حطيت الشريحه الشركه بعتت لي رساله ان الموبايل مسروق ومتبلغ عنه. متبلغ ايه ومسروق ايه؟ الكلام ده مش عندي، ده فاترينا تاني يا حبيبي، عند علي مفيش الكلام ده، بشتغلش في المسروق اتكل على الله يابا. يعني هتنكر ان انا خدت منك التليفون ده وما رضيتش تديني ليه اي ورق بأمارة؟ ما قلت لي انه جاي من بره. الله، طب ما هو جاي من بره يا عم، وانا عامله تحت الفاترينا ولا ايه؟ ايه البلاوي السودا اللي بتتحدف علينا دي؟ وبعدين يعني هو انا مغسل وضامن جنه؟ ايه ده بس، افهمك انا، بيجي له واحد محترم كده زي حضرتك عايز يبيع جهاز المستعمل فاشتري منه ومن غير ورق، يجي واحد تاني برضه محترم زي حضرتك كده عايز يشتري الجهاز ببيعه له وبرضه من غير ورق. غلطتش انا؟ اهو طلع مسروق والحكايه بانت، اخش انا السجن بسببك؟ وبعدين بقى السجن ايه؟ ما توترنيش بحكايه السجن دي، اعمل لك ايه دلوقتي؟ تعمل لي ايه؟ تاخد تليفونك وتديني فلوسي وترجعه الحرامي اللي سرقه منك. لا بقول لك ايه، حرامي وسجن والكلام ده، بقول لك ايه يا بركه، عشان نخلص كده، عشان احنا بنلفلك مع بعض ونجيب من الاخر. لو انت معاك ورق يثبت ان انا بعت لك الجهاز ده روح اشتكي يا عم. اه انت كده بتنكر؟ طب انا همشي من هنا حالا، اروح على اسم الموسكي اعمل لك محضر. الله يسهلك يا عم، ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا دي؟ وانت يا عم شبر الله. معلم زيزو، الواد علي مش في السليم، بيشتغل في الشمال يا ريس. في الشمال؟ مش فاهم. بيشتغل في المقلوب والمبلول والتلاجات وكل حاجة مضروبة. طب وانت ايه اللي عرفك؟ الواد ده لامم شوية عيال صيع وحرامية اصحاب بكرو. اصحاب ده؟ ايوة، بيسرقوا الموبايلات من الناس ويبيعوها له، يبيعها للناس، يعني كده سمعة شارع عبد عزيز بتبقى زي الزفت يا ريس. يطلع عين امه. بكرو روح هات الواد ده حالا. عايزه صحي؟ عايزه نايم. روح هات الواد ده. امر يا معلم. تعال. انت مزعل الحاج ليه؟ وطي على ايدي وسع دلوقتي وما تتكلمش ولا كلمه لاحسن، والله العظيم اقوم الزقك في الحيط. وماله بوسها؟ الحاج خيره عليا وما نكلش غير ابن الحرام. اقعد يالا. ماشي يا معلم. شفت؟ اهو رضي عنك اهو. اتكلم بقى كده بالراحه وعلى مهلك بدل ما الزقك على قفاك. 65,000 جنيه تلمهم ازاي من شغلك معايا وانت ايدك نظيفه يا بهلول؟ شقايا يا معلم، من وانا شغال عالتل في الشارع لحد ما انت دخلت لي السجن. ياض لم لسانك لقطعهولك يالا. وفلوسك اللي هم شقاك وحلالك وتعبك زي ما انت بتقول، تديهم لمراتك ليه؟ زي ما تكون بتاوي قتيل. لا اله الا الله، مش مراتي يا معلم، يعني الحق علي انا، مش قلتهمش مع حد تاني. هي كلمه واحده مش عايز لها تاني. سرقتني وانت شغال عندي ولا لا يا بهلول؟ كده بانت لبيت خلاص. اسمع، الحاج مش هيدفع لك حاجه، انا اللي هدفع لك، بس مش 65,000 زي ما انت قلت. امال كام يا معلم؟ هنديل. ها اديله 10,000 جنيه. والله العظيم ما ينفع. 10,000 جنيه ايه؟ ما ينفعش يا معلم. ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش يا معلم؟ 10,000 جنيه قليل قوي يا اخويا. هديك 40 خلاص، لو اتكلمت كلمه تانيه هرجع للعشره تاني. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ السلام عليكم. حاضر الصوت. اهلا. انا عايز اعمل محضر. ايه هو اتسرق منك محمول انت كمان؟ لا انا انضحك عليا واشتريت محمول وطلع مسروق. ما احنا شغالين في المحروق بتاعكم ده من الصبح. روح يا ابني، ولما تشتري محمول بعد كده ابقى اشتريه بورقه كامل. يعني ايه؟ ده انا دافع فيه مبلغ كبير ولازم تعمل لي محضر. يا ابني قلت لك روح، القانون لا يحمي المغفلين. انت كمان هتغلط فيا ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا مش ناقصك. الله يخليك. لو يا فتح. تمام يا باشا. هقول لك انا يا باشا، انا اشتريت محمول وطلع مسروق ومش راضي يعمل لي محضر. محمول ده بقى اكيد اشتريته من شارع ابو عزيز. ايوه يا فندم. تعرف اسم اشتريته منه؟ طبعا يا باشا، اسمه علي. لا اسمه علي، اسمه عبد عزيز. عبد عزيز عبد الرحيم فضل. بس يا باشا اللي اشتريت منه المحمول. كلهم كلهم ياب بيشتغلوا عنده. اهي الاوان بقى ننظف الشارع من العيال الوسخه دي. اعمل لي محضر افتحه ضد عبد عزيز وبحذرك تبلغه. هات اذن يا ابو حصان انا جوه. تمام يا باشا.
اسمك ياد وبطاقتك. اسم ناصر وبطاقتي ايه؟ بطل ياد البلطجي بينزل مطوى يا وط صوتك. وانت يا عم شافر وط صوتك. عايز تشتغل في الشارع لسه عادي توطي صوتك. عايز تشتغل في الشارع لوحدك يعني واحنا ما ناكلش عيش ولا ايه يا عم شافر؟ مش بتشتغل في المقلوب والمبلول والمسروق وانت مالك يا عم؟ اشتغل صوتك لسه عادي وانا قافل البطوه ما فتحتهاش. شوف يا علي، انت عارف كويس ان تليفون صغير مني يوديك ورا الشمس، بس كده مش شيك على فكره. ولا كتاب علم الادب باسم المعلم زيزو الفصل الثالث لما تكلمه تلزم الصمت. تلزم ايه الصمت؟ وتقفل صدرك لب نفسك. انت كبرت علينا يا اسطى. امال ايه كبرت قوي؟ اتكلم عدل يا علي، شغل التلات ورقات بتاعك ده ما يقعدش معايا، ده يوسخ شارع عبد العزيز بس يا حبيبي، ودول تجار واكل عيش ناس، يفرموك يجيبوك على الارض انت ودكانك. اه زي ما حرقوا دكانك. الزم الصمت وصوتك واطي. زي ما حرق عالي زي ما حرق دكانك قبل كده اصلا. ماشي، صف حسابك معانا ولم بضاعتك وجرودها يا اسطى، وشغل المبلول والمسروق انا هعرف احاسبك عليه بعدين. ماشي يا اسطى، اجرد البضاعه. خد يا عم، فرقت لي عليها 30 مره. مش عارف ده وانا بلغت عني.